السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الو مكملين صوت الناس. اهلا وسهلا بكل الناس. مع الانقلاب العسكري شفنا انقلابات كتير في حياتنا في مصر. مثلا الخاين بقوا بيسموه الوطني والزعيم الشريف. الشريف قوي ان شاء الله، الوطني قوي ان شاء الله. غير كده بقينا نشوف ان التفريط في الارض المصريه بقى بيتم تسميته الاستثمار. كيف تبيع ارضك وتسمي هذا البيع بالاستثمار؟ كيف يهون عليك عرض البلد وشرفها وتسمي ده استثمار؟ ازاي تبقى واحد بجح تطلع تقول للناس اصل ثورة يناير عرت كتف البلد وكشفت ظهرها وعلشان كده راح منا النيل؟ اذا كان راح منا النيل علشان ثورة يناير، فيا ترى يا هل ترى راس الحكمة راحت مننا عشان ايه؟ أرض مصرية على التراب المصري بتتملكها الإمارات، ده بسبب يناير. دلوقتي راس بناس بتتملكها السعودية، ده برضو بسبب ثورة يناير. دلوقتي التفريط في كل مقدرات الدولة المصرية سببه ثورة يناير ولا سببه الخاين اللي قاعد على سدة الحكم ولسه بيخدع البعض في حضراتكم؟ والحمد لله أغلب ناسنا وشعبنا شايفين الصورة واضحة وشايفين الحقيقة من غير رطوش، وبيقولوا للعور انت عور في عينك، وبيقولوا للخاين انت خاين، وبيقولوا العميل الإمارات أو السعودية أو إسرائيل انت عميل مش أي حاجة تانية. الناس أوعى من أن عبد الفتاح السيسي ولا إعلامه الرخيص يضللهم. الناس أفهم مما تتخيل حضرتك. يمكن البعض يخاف عشان بتقتل وتسجن وتعدم، ممكن يكون الإنسان يخاف بعض الأوقات علشان عياله، علشان مستقبلهم، علشان أكل العيش. بس في اللحظة اللي هيبقى أكل العيش هو والموت سواء، الحياة على الأرض زيها زي الموت، بيع الأرض والشرف ودم الأجداد وحاضر الأولاد ومستقبل الأحفاد، لما يبقى كلهم بنفس الحزة مع الموت، فالناس هتقولك طب ما نموت أحسن، على الأقل نموت بكرامة. ناس بتفكر كده، ناس بتقول لك البلد أهم، عرض البلد أهم. بيبص على أخوه في غزة بيغير من رجولته، بيغير من تمسكه بأرضه، بيغير إن بقاله سنة قصف من الجو ومن البر ومن البحر، قنابل أمريكية ذكية وقنابل غبية وقنابل بتقتل وتحرق وبتهد البيوت وبتعمل حفر في الأرض أكتر من 20 متر، ولسه الفلسطيني ابن غزة صامد وصابر وكاظم غيظ وقابض على الجمر وماسك في بلده. يقولوا له تطلع تروح كندا ولا تحب تروح سويسرا، تحب تعيش في حتة قريبة هنا 20 كيلو بس في العريش؟ يقول لك لا، أنا عايش في أرضي. وبيحط الخيمة قدام البيت اللي اتدمر ويمسك في أرضه وجذر جدوده. أخوه المصري، 110 مليون مصري المفترض إنهم عايشين بحرية ومفيش حروب، لما يبصوا عليهم وهم صامدين بيحسدوهم بيغيروا منهم، يقولوا الله على الرجالة اللي لا بتفرط في أرضها ولا عرضها، الله على الرجالة اللي ما بتسيبش ذرة رمل من أرضها تحت مسمى الاستثمار، أو أصل إسرائيل إيدها تقيلة فإحنا مضطرين نتعامل معاها بطبطبة، زي ما بيقول كده جمال نزال المتحدث باسم سلطة العار في رام الله، أو متحدث باسم حركة فتح بيقوله دكتور. البعض بيتكلم عن كلامه اللي قاله مع أحمد طه على الجزيرة مباشر ويقولوا له كنا مفكرينك ندل بس ما كناش نعرف انك ندل وخاين للحد ده، ده كلام الناس على السوشيال ميديا. لان جمال نزال مش عايز يقول على المقاومين في الضفة انهم مقاومين، بيقول الاشبال المسلحين. فلما اصر احمد طه، واحمد طه هنا مصري وجمال نزال هو الفلسطيني، اصر يساله انت ليه مش عايز تقول عنهم مقاومين؟ ليه مصر تقول الاشبال المسلحين؟ قال له هم اصل ده سلاح مش مظبوط، في منه سلاح مقاومه وفي منه سلاح عشائر وفي منه سلاح زعران وعصابات، المهم انك ما تقولش عنهم سلاح مقاومه. سال احمد تاني قال له انا مش فاهمك ليه؟ قال له عايز تعرف؟ احنا مش بتوع شعارات، شوف
في غزة عندهم 40,000 شهيد علشان هم تطولوا على إسرائيل، إنما إحنا هنا عندنا 750 شهيد بس في الضفة علشان إحنا بدناش نمسك أو بدناش نسيب سلاح يقاوم أو يبقى مع أشبال مسلحين. دي وجهات نظر. جمال نزال بيتكلم بالمنظر ده، وجمال نزال فلسطيني بيتكلم باسم حركة فتح، أول طلقة وأول رصاصة وهي العمود الفقري لسلطة أوسلو. الناس بتتكلم عنه بالشين ومحدش بيقول فيه كلمة عدلة على السوشيال ميديا. تقدروا ترجعوا للقاء وتقدروا ترجعوا لكلام الناس على السوشيال ميديا. جمال نزال زيه زي ناس كتير في مصر موجودين برضو في الحكم بيتكلموا باسم اللي بيحكموا، ما عندهمش مشكلة يبيعوا الأرض ولا العرض، ما عندهمش مشكلة يقفوا ويفتحوا مزاد. مين عايز ياخد ايه في مصر قرب، قرب وتعالى وبمنتهى الحب هيشيلوا لك الفوطة ويقفوا لك بانحناء ويقولوا اهلا بالمستثمر العظيم اللي جاي يشتري ارضنا اللي دفع فيها اجدادنا من الدم علشان يحفظوها. الموضوع بدأ مش من النهاردة، الموضوع بدأ لما سكتوا على تيران وصنافير. تيران وصنافير اللي جمال عبد الناصر رئيس مصر اتكلم عن حدودها وأهميتها وتبعيتها المطلقة لجمهورية مصر العربية، اللي لو انت بتحب الأغاني هتلاقي أغنية اسمها مضيء تيران بيغنيها محرم فؤاد في الستينات. كل ده بيقول لك دي أرضك، ولو انت محب للتاريخ وللكرامة ولدم الشهداء فهتلاقي دماء أجدادنا روت الأرض دي على مدار التاريخ، وفي آخر 100 سنة ولا 60 سنة دخلنا حربين ثلاثة وكنا محافظين على الأرض دي. سبحان الله جه السيسي قال لك أصل أمه قالت له ما تاكلش حق حد ودي الأرض لأصحابها. طيب إذا كان السعودية اتعملت في الثلاثينات وإحنا دولة بقالنا كام ألف سنة، جاي تقنعني إزاي إنها أرض سعودية؟ إذا كان الحجاز كان مصري وتحت الإشراف المصري مئات السنين وتحت الحكم المصري المباشر. طبعا في ناس هيطلعوا مش هيعجبهم الكلام ده، بس دي حقائق، افتحوا كتب التاريخ وخرائط الجيوسياسية، الخرائط الجيوسياسية، واسألوا لو ما كنتوش تعرفوا. إزاي تبقى أرضنا إحنا تابعة للسعودية؟ فيجي السعودي يقول لك هون عليك يا طويل العمر، إحنا مش بس هناخد أرضك اللي عليها شك عشان في البحر ده، احنا هناخد ارض عندك هناك في بنياس او جزيرة بناس. ويطلع تركي آل الشيخ يتبجح ويقول لك محدش يقدر يضاهينا او ينافسنا في التاريخ او في الحاضر او في المستقبل. يا تركيا وانت مفكر انك لما تيجي تجيب رقصين ورقصات ومطربين علشان شعبك يقعد يسمعهم ويهز، دي حضارة يا ابني؟ هو أنت مفكر لما تقول تعالوا اشربوا واقلعوا دي حضارة ولا تقدم ولا حتى من التطور في شيء؟ يقول لك والله المصريين اللي الإنجليز عملوا لهم السكة الحديد شايفين نفسهم علينا. لا، احنا ما حدش عمل لنا، احنا عملنا بدراعنا. وإذا ما كنتش تعرف ارجع للتاريخ واسأل أجدادك عن مصر، هيقولوا لك مصر أرض الميرة، أرض الخير والعز، مصر وأهلها إيديهم عالية. أنتوا جيتوا وجبتوا لنا شوية ربش وركش وشوية متسولين يحكموا عشان تكسروا عينيهم، فتكسروا عينيهم هم ما تكسروش عينينا إحنا. إحنا عينينا قوية ومفنجلة وبنفتحها في مين من كان، لأن راسنا عالي وصوتنا من راسنا مش من أي حتة تانية. تركي آل الشيخ والله بيقول لك كده امبارح، شوفوا لنا يا جماعه التصريح اللي تركي آل الشيخ خدته الجلاله وقال لك ما حدش ينافسنا في التاريخ ولا في الحاضر ولا في المستقبل. تاريخ مين؟ تاريخ مين يا تركي؟ تاريخ مين؟ تاريخ مين والناس نايمين يا تركي وحاضر ايه؟ يقول لك اصل الانجليز بنوا لهم، انت كل الدنيا بنت لك ولسه بتبني لك. انت مفكر ان انت صاحب حضارة؟ وانا هنا مش قصدي المواطن ابن جزيرة العرب اخويا، لا 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 لا، اوعوا يا جماعة يخدعكم تركي آل الشيخ وتفكروا ان اهل جزيرة العرب زي تركي آل الشيخ. لا لا لا، اوعوا تفكروا ان هم
أهم حاجة في حياتهم ينقلوا طيارات كانت قديمة كانوا شارينها من دول تانية، وجايبين عربيات كبيرة عشان من دول تانية برضو عشان ينقلوها لهم ويعملوا منظر. لا 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 لا، الجزيرة العربية فيها ناس عندها مروءة ونخوة وعروبة، فيها ناس رجالة. فسيبك سيبك من تركي آل الشيخ. تركي آل الشيخ ينفع يبقى شكل نظام محمد بن سلمان، صحيح. تركي آل الشيخ ينفع يبقى رمز للي عايزين يتسولوا، اللي عايزين يتسلقوا، اللي عايزين يعملوا لنفسهم قيمة لأنهم بلا قيمة، مصريين بقى ولا سعوديين مش فارقة. لأن هتلاقي تركي ده بيروح له بيحج له برضه فنانين ولاعيبة كورة وناس دنية نفس في مصر. تنساش الكلام ده، وما تنساش منظر عمرو أديب لما قال له تركي آل الشيخ وخبطوا على قفاه كده، أنتوا فاكرين المنظر ده. بس إن توصل بيه الجلالة وتاخده، إنه يقول لك لا أحد يستطيع منافستنا في التاريخ أو الحاضر أو المستقبل، اتكلم على قدك يا ولد، اتكلم على قدك مش على قد الفلوس، الفلوس بتروح وتيجي، التاريخ محدش بيصنعه، التاريخ محدش بيشتريه يا تركي، والتاريخ مش مالها ليلي بتعمله ولا رقاصة بتجيبها علشان محمد بن سلمان عايز يشوفها في عرض خاص. أنت فاهم غلط يا ابني، لا دي حضارة ولا ده تاريخ ولا ده بيودي المستقبل. اتكلم على قدك، ولما تبقى في حضرة التاريخ اتكلم بفخر عن اللي كانوا حواليك وكانت ايدهم عالية عليك. وانا ما بحبش اقول الكلام ده، بس للأسف يا جماعة اللي جرأ الناس دي اللي زي تركي واللي هو ما بيعبرش عن اهلنا في جزيرة العرب، لا في السعودية ولا في الكويت ولا في قطر ولا البحرين ولا في الإمارات حتى ولا عمان، ده بيعبر عن حالة كده من السطحية. ناس بتدور لها على قيمة، فيقولوا بقى بكلمتين يجيبوا يعملوا مش عارف كاس العالم ولا بطولة العالم للجيمز، أي هيافة عشان يحس إنه واو، يعني إيه ده أنت جامد قوي يا عمو، إيه ده أنت جبت كيم كردشيان عندكم، ياي ده أنت حلو قوي يا عمو. هو ده بالنسبة له الحضارة، وده اللي محدش هيقدر ينافسه فيه. واحنا كمصريين بنقول لك احنا لا 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 لا، احنا ما نقدرش ننافسك في الخيبه دي، مالناش فيها يا ابني. حتى بالنظام التافه اللي انتوا ساعدتوه عشان يحكم السيسي واللي زي دول، احنا مالناش في الكلام ده، احنا بعيد عن لعب العيال ده. امبارح قلنا لكم عن صفقه استثماريه سعوديه اسمها كده في اعلام السيسي، ولكن في الحقيقه هي صفقه بيع ارض، هي صفقة بيع عرض، صفقة جديدة في راس بناس، جزيرة كده أو شبه جزيرة في البحر الأحمر. السعودي لما لقى أو محمد بن سلمان لما لقى السيسي خانس وخانع، قال لك ناخد مش بس تيران وصنافير، هناخد حاجات كتير، وهناخد مستشفيات ومعامل تحاليل، وناخد أرض من المصريين. أنا عايز أقول لك إن الإسرائيليين لما بيجوا يقولوا عايزين يوجعوا الفلسطيني، بيقول احنا هناخد منهم ارض، لان الارض عند الفلسطيني غاليه وعند المصري غاليه. وعند المصري لما كان بيعيروا حد زمان كانوا بيقولوا عواد باع ارضه، يا ولاد شوفوا طوله وعرضه يا ولاد، فاكرين الاغنيه دي في الراديو في مسلسلات الراديو؟ لان الارض عندنا عرض، انما ربنا ابتلانا بناس لا عندها فهم يعني ايه ارض ولا عرض. وتلاقيهم يقولوا لك كده بنحو 20 مليار دولار صفقات استثمارية سعودية في مصر خلال أسابيع. الصفقات دي يا جماعة مش استثمار ولا حاجة، السيسي كالعادة بيبيع أرض. السيسي عنده أو عليه ديون للدول دي، في ودايع للسعودية زي الودايع اللي كانت للإمارات، فهيعمل ايه؟ الخبر قدام حضرتك من 1/8 اللي فات، السعوديه تتجه لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي الى استثمارات، ليها ديون وهتاخد بيها ارض. ليها ديون وهتاخد بيها ارض، يقول لك بقى اضخم استثمار في العصر الحديث، بص يا جدع على صفقه راس بناس، القصه وما فيها ان المعلم مش قادر يسد ديونه، فالسعودي جه قال له هات ارض. وبيشتري أرض مش أكتر ومش حاجة غير كده. دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي قال لك مشروع راس بناس اللي بيتم الاتفاق عليه بين مصر والسعودية يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز نموها الاقتصادي. هو احنا خدنا ايه من راس الحكمة؟ احنا كمصر خدنا ايه من راس الحكمة؟ ولا حاجة ولا أي حاجة.
وقطع الكهرباء رجع تقطع الكهرباء تاني. هنتكلم بكره ولا بعده عن قطع الكهرباء عشان تقولوا لي ايه الاخبار. اللي خدته مش عارف ايه تاخده من الشعور، احنا ما خدناش حاجه. المصري اليوم بيقول لك بداوا ينموا من فتره، بداوا ينموا راس بناس علشان يعرضوها على المستثمرين. واو، احنا بننمي منطقه راس بناس علشان نعرضها على المستثمرين. شايف المنطقه دي؟ شايف المنطقه العبقريه اللي في الارض دي؟ كانها لسان في البحر. دي راس بناس، دي راس بناس، يعني مش محتاج كتير علشان تخليها زي المالديف، لانها هنا بحر وهنا بحر، واخد بالك؟ شبه جزيره 50 كيلو. ولكن الباشا شاف مين عايز يشتري وراح يشتري. هم سموها حتى كده مالديف مصر، لانها فعلا مالديف مصر، مش محتاجه جهد كبير علشان تبقى قبله سياحيه زي ما بيقولوا عليها. بس بتاعتنا لا، يصعب عليه فيروح يديها للي جاي يبيع، اللي جاي يشتري. بس المره دي هو مش هيدفع كتير. ليه؟ لان عليك فلوس، ليه عندك ودائع في البنك المركزي وانت مش عارف تدفعها. فبيعمل زي الاماراتي بالظبط، قال لك طب خد الفلوس اللي عندك لان انت كده كده مش عارف تدفعها، وهنديك شويه فلوس تانيه وناخد شركات وناخد مصانع وناخد ارض. والسيسي واعلامه يطلع يقول لك ده استثمار. فين استثمار؟ ده استحمار. اللي بيقول لك كده عايز يستحمر فكرك ويقول لك كلام مش حقيقي. مفيش استثمار بيتباع فيه ارض. واظن شفتوا راس الحكمه وازاي انت كمصري مش المفروض او مش مسموح تتملك فيها كونك مصري بس. مصري بقى والماني، مصري وسعودي، مصري وتايواني تقدر تشتري هناك، انما مصري بس ما تقدرش تشتري. مالديف مصر سموها كده، مالديف مصر، في في انتظار الاستثمارات السعودية أو العربية. حكاية راس بناس اللي هيقلب الموازين. المشروع كمشروع حلو، بس يا باشا هو احنا اللي هنعمله لينا؟ يقول لك كان مش عارفين مين اللي هيعمل المشروع، يا ترى السعودية ولا الإمارات ولا الكويت ولا قطر، ومين هيفوز بالصفقة و و و و السعودية طبعا. طبعا السعودية. ليه؟ عشان احنا يا جماعة في وضع صعب، والسعودية مدية السيسي فلوس كتير ودائع في البنك المركزي زي الامارات، ما قدرش يسد للامارات فقالت له خد جزء من اللي عندك وهنديك شوية فلوس كمان ونشتري منك راس الحكمة. خدهم عمل لنا بيهم حاجة؟ لا، خدهم وسدد بيهم جزء من الديون اللي عليه، اللي جابها عشان يبني مجده الشخصي، وفي نفس الوقت بيغلي عليك الكهرباء والمية والبنزين وكل حاجة حتى تذكرة المترو، عشان تبقى عارف ان بيع الارض لا يؤدي الى انفراج اقتصادية على الشعب المقهور. ليه؟ لان احنا يا جماعة لازم نواجه نفسنا بالحقيقة. عبد الفتاح السيسي حطنا على تراك الافلاس، احنا راكبين زحلقة الافلاس وفي الطريق الى هناك، راكبين قطر الافلاس وبنمشي باقصى سرعة الى طريق للأسف تفلس فيه الدولة أو يفلس فيه الشعب. وده اللي نجح فيه عبد الفتاح السيسي، إنه يفلس الشعب. ماذا يعني الإفلاس؟ الإفلاس في الاقتصاد هو حالة بتعلن فيها الشركة أو الدولة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين. بيحدث هذا عندما تتجاوز الديون حجم الأصول المتاحة، مما يجعل من المستحيل سداد الديون المستحقة. يمكن أن يحدث الإفلاس للأفراد أو للشركات أو حتى للدول. إيه أسباب الإفلاس؟ هقول لك يا سيدي. سوء الإدارة المالية، التغيرات الاقتصادية المفاجئة، الأزمات المالية العالمية، الكوارث الطبيعية. وخد من عندي سبب، هو تحكم العساكر وتحكم اللي ما عندهمش القدرة على حكم وإدارة الدولة المصرية. ده مهم جدا تاخد السبب ده. لا، لسه عندنا، هنكمل الإفلاس، لأن الإفلاس اللي احنا عايشين فيه فيه تفاصيل أكتر من مما نقدر يعني نوجزها في سطرين ثلاثة. عندما تعلن شركة أو دولة إفلاسها، بيتم بالعادة تصفية أصولها لتسديد أكبر قدر ممكن من الديون المستحقة. تداعيات الإفلاس يمكن أن تكون واسعة النطاق، حيث تؤثر على الاقتصاد المحلي والدولي، وتؤدي إلى فقدان الوظائف وانخفاض الثقة في الأسواق المالية وزيادة معدلات الفقر.
مصر دلوقتي بتعمل ايه؟ مصر مش قادرة تسد ديونها، مصر مش قادرة تسد أقساط الديون وفوائد الديون اللي خدها عبد الفتاح السيسي من الشرق والغرب، فبتعمل ايه؟ بتبيع مصر جزر حيوية واستراتيجية لدول الخليج لعجزها عن دفع ودائع من عام 2013. الإمارات ادتنا ودائع أيام ما ساعدوا السيسي في الانقلاب وما دفعناهاش، فدلوقتي بتاخد مننا جزر ويعني أصول حيوية. في توصيف دقيق بتسير مصر على طريق الإفلاس إن عجزت مستقبلا عن دفع ديونها للدائنين الدوليين، نقطة ومن أول السطر. يعني إيه إفلاس؟ يعني اللي احنا فيه دلوقتي مش قادرين نسد فبنبيع. طيب عملنا إيه؟ الصفقة ماشية إزاي؟ الصفقة يا سيدي الفاضل ماشية لما حبوا يخلصوا في شركة الكهرباء اللي هياخدها السعوديين، بعتوا وزير الخارجية. دلوقتي عايزين يخلصوا في راس بناس واستثمارات تانية أو بيع مرافق مصرية تانية للسعودية، فراح رئيس الوزارة علشان يبحث زيادة الاستثمارات السعودية. ووزير المالية السعودي، وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، بيقول لك مصر تحظى بفرص استثمارية واعدة. اللي هي فرص ايه؟ فرص بيع مش اكتر من كده، فرص بيع مش اكتر من كده. اهو قدام حضرتك وزير المالية السعودي، مصر تحظى بفرص استثمارية واعدة. ايه الفرص الاستثمارية الواعدة؟ معناش فلوس، مش عارفين نسد ديوننا، فكل من هب ودب عايز حاجة بيجي ياخدها. ليه؟ لان احنا مضطرين، مش حاجة تانية، احنا مضطرين للبيع، لان السيسي ودانا للنقطة دي، نقطة ان انت مش قادر تسد ديونك فبتبيع من ارضك علشان تسد الديون. تمام؟ تمام. تعال روح معايا لصحيفة هاشتاج الاقتصادية اللي بتتكلم عن 2 تريليون جنيه قيمة الاراضي الجاهزة للاستثمار الخاص في مصر. بص صياغة الخبر بتقولك ايه؟ 2 تريليون جنيه قيمة الأراضي الجاهزة للاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري. تفاصيل لما تقعد تقراها هتلاقيهم بيقولوا إيه؟ إن حكومة السيسي بتقدر مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان اللي تم حصرها وهيتم طرحها، يعني هم بيتعاملوا معاها إنها مخزون. أرض جمهورية مصر العربية اللي هي ملك الشعب بمصر بقت مخزون وناويين يبيعوها، وهي ممكن تجيب لهم 2 تريليون جنيه يا جماعه زي ما هم بيقولوا. تعامل مع الارض على انها مخزون دي حاجه معيبه. الارض مش مخزون، الارض مش سلعه موجوده ممكن افرط فيها في اي وقت، لا، الارض عرض. وشوف اللي بيحصل في غزه، اللي بيحصل في غزه صراع على الوجود وعلى الارض. واحد مش عايز يفرط في أرضه فبيموت، بيستشهد عياله عيلته، بس ما يسيبش أرضه. وانت جاي بتتعامل مع الأرض على إنها مخزون، والمخزون ده ممكن يجيب لنا 2 تريليون جنيه. سو ليه ما نبيعوش يا جماعة؟ ويطلع ناس تبدأ تنظر عليك وتقولك إيه، هو يعني حد هيجي ياخد الأرض ويمشي؟ يا عم ما تبيع، يا عم ما تستثمر، ما العالم كله بيستثمر. طب أرجع لورا شوية واسمع معاكوا احمد عبد الحليم وزير الدفاع السابق، اللي قال ان امريكا طرحت علينا كمصريين استثمارات في نفس الجزيره، جزيره بني ناس او جزيره بناس عفوا، واحنا رفضنا. طب واحنا رفضنا وقتها ليه؟ عشان امريكا، ووافقنا دلوقتي عشان السعوديه، ولا احنا رفضنا وقتها علشان ما كانش حد لاوي دراعنا وما كناش قادرين نسد ديوننا، ودلوقتي بنقبل علشان احنا ملوي دراعنا ومش قادرين نسد ديوننا؟ سيادة الفريق احمد عبد الحليم هو مساعد وزير الدفاع السابق، مش وزير الدفاع، المعلومة الصحيحة هو احمد عبد الحليم، فريق احمد عبد الحليم مساعد وزير الدفاع السابق. امريكا كانت عايزة الجزيرة دي واحنا رفضنا، يا ترى دلوقتي بنقبل ليه؟
احمد عبد الحليم للتاكيد هو مساعد وزير الدفاع السابق بيقول لك في وطن، عشان بس ما تفكرش ان الكلام ده احنا بنقوله من عندنا، لا الخبر قدام حضرتك وتوصيف الراجل لو سمحت. الخبر يا جماعه سريعا. طيب هاتوا لنا ماشي ويكيبيديا عشان نعرف هو مين. مهم جدا، اللي هو احمد عبد الحليم مساعد وزير الدفاع الاسبق، وده كان وقت وفاته 2018. انا بس بوثق لحضرتك ان الراجل ده مش حد نكره، لا ده ومساعد وزير الدفاع السابق، وكان في منصب مساعد وزير الدفاع ومدير مركز الدراسات الاستراتيجيه للقوات المسلحه. فاحنا بنتكلم عن حد له علاقه بالقوات المسلحه وله علاقه بقياده القوات المسلحه. مصر رفضت طلب او املاءات او اوامر سميها ما شئت من امريكا قبل كده، كانت عايزه جزيره راس بناس. دلوقتي عبد الفتاح السيسي بيديها لمحمد بن سلمان. ليه؟ لان القصه كلها بتكمن في الصوره دي. وانا يعني حتى زميلنا يبدو انه مكبر السيسي شويه، لا السيسي اصغر من كده. السيسي محتقر وكان محمد بن سلمان بيجري وهو بيجري وراه. ليه؟ لان دلوقتي السيسي محتاج رز زي ما كان بيقولها قبل كده. تخيل محمد بن سلمان وهو قاعد قدام راجل كل اللي كان بيقوله الكلام من الهلفطات اللي بيقولها، احنا بلد كهن، بصوا على بلدكو، احنا فقراء قوي، انا قعدت 10 سنين تلاجتي ما فيهاش غير ميه، انا يعني قالوا لي خد دي، ان بلد عرت كتفها وكشفت سترها. مين هيحترمه؟ واحد بيقدم بلده ويقول احنا بلد العوس، احنا كهن. واحد بيقول علينا ان احنا شبه دولة، مين يحترمه؟ مين يعبره في جزمته اصلا؟ علشان كده اللي بيحصل في مصر بيحصل. علشان كده محمد بن سلمان بيتطاول ومحمد بن زايد بيتطاول، واللي رايح واللي جاي والهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه واللي ليه فيها واللي ماليش فيها بيتطاول علينا. ليه؟ عشان ده بيمثل البلد. هتقول لي وهو مرسي، اقول لك مرسي كان راجل كان بيقعد قدامهم باراده شعبه، الشعب اللي جايبني لا فرط ولا باع، وسيبك من الهبهبه والنباح اللي بيتكلموا فيه، اصل مرسي عمل اجتماع على الهوى وده السبب في سد النهضه. لا، مرسي لما اتكلم قال لو نقصت نقطه ميه في النيل هنحط مكانها نقطه دم، نقطه من اول السطر. هتقولي ما هو ما عملش، هقول لك ما هو ما قعدش، ما هو عملوا عليه انقلاب ولا ايه؟ علشان بس نحكم على الامور صح. طيب ايه الهدف بقى اللي جاي؟ الهدف اللي جاي ان اهل جزيره بناس او راس بناس يتم تهجيرهم ويتم ضربهم على يعني وطنيتهم، مش هقول حاجه ثانيه. واحنا طبعا الاماكن اللي زي كده ما بيبقاش فيها حياه ادميه، لا بنوفر لهم مدارس ولا مستشفيات ولا ميه ولا كهرباء، وبعدين نيجي نرمي لهم ملمين ويلا يا ابني انت اهو اطلع من هنا، وعادي جدا يروح سياده الوزير كامل الوزير ويقعد معاهم وينظر عليهم ويقول لهم كله عشان مصر. ولا انتوا مش عايزين مصر تعمل استثمار اللي هو بيع الارض يعني؟ ويرموا للناس قرشين وياخدوهم ويعبوهم في عربيات ويرموهم في اي حته وعادي. الكلام ده حصل فين؟ الكلام ده حصل في الشيخ زويد وحصل في رفح وحصل في العريش وحصل عادي جدا. تقدر تقول لي يا عزيز المواطن النهارده بعد ما حررت سينا سنه 73 ما بتطورهاش ليه؟ ليه البرج الايقوني والنهر القحواني والمش عارف ايه مش موجود في سينا؟ علشان في اوامر انك ما تعملش حاجه. على ليه المواطن بتاع اللي جاي من سينا لما ينزل القاهره ويحب يروح بلده او يجي من بلده وينزل القاهره ولا اسماعيليه 80 كمين وطلع بطاقتك وقلة قيمة وشتيمة وبهدلة، ليه؟ عشان تكره وتسيبه وتيجي تعيش هنا عشان تفرغ سينا، لمين؟ اسألوا ترامب وصفقة القرن، واسألوا السيسي لما راح لترامب وقال له سيدي الرئيس أنا جيت لك بصفقة القرن أهم حدث في القرن، فقال له جزمتك حلوة يا ولد. ولا أنتوا نسيتوا؟ لو نسيتوا إحنا ما بننساش. في إرادة لتفريغ الارض المصريه زي اللي حصل في راس الحكمه. طلعوا الناس من راس الحكمه ومن الاماكن اللي موجوده ما بين اسكندريه ومرسى مطروح، الناس عايشين هناك،
طلعوهم ويلا واديله فلوس بأي حاجة، ارمي له فتات. بيحاولوا يعملوا ده فين تاني دلوقتي؟ وهات لي الفيديو الله يخليك بتاع الوراق بقى، ادخل هاتولي بقى من أي حتة، من أي وكالة أنباء. الوراق، طلع الناس من الوراق. ليه يا باشا؟ دي الناس متملكة، دي الناس قاعدة في أراضيها وأراضي أهاليها وأجدادها. لا، بس طال عمره عايز أرض الوراق، فأنت تعمل إيه؟ تعمل زي أي قواد، زي أي نخاس، تقول له حاضر يا فندم، وتروح تدوس على أهل بلدك، وتروح تجبر أهل بلدك، وتروح تغصب أهل بلدك، تقتلهم، تسجنهم، تعذبهم، تاخد أرضهم، تسرقها، ترهبهم، المهم تطيع أمر طال عمره. طال عمره بقى بياخد الوراق وراس الحكمة والحتة دي كلها عشان ياخدها ليه، عشان يديها لشلومه، الله أعلم. بس أنت في الآخر يا عبد الفتاح يا سيسي ونظامك، كل اللي شغالين فيه نخاسة وقوادة على عرض وأرض البلد، مش أي حاجة تانية. تمام؟ يبقى بدأت بتيران وصنافير، راس حكمة، راس بناس، ولسه الحبل على الجرار ده بيقول لك عندهم مخزون ب 2 تريليون جنيه. 2 تريليون جنيه اللي هو ايه؟ ارض البلد بقت مخزون، والنخاس واقف ويقول لك يلا عندنا حته حلوه على 3 جهات، مين ياخد؟ عندنا حته حلوه هنا. والموضوع مش عايز اتكلم فيه، لان مش عايز اقول كان ايه يعني. كان بيتقال عنهم خواجات. كان في فئات في مصر كده كان بيتقال عنهم خواجات بالمعنى اللفظ، يعني الخواجات مش حاجه تانية. فممكن يبقى السيسي فعلا خواجه، بس مش جاي يبيع في ملك امه ولا ملك ابوه، جاي يبيع في ارض البلد وعرضها ولحمها ودمها. وانت يطلع لك 2-3 اوراداتيه بالليل يقولوا لك الاستثمار، عمرو اديب يقول لك استثمار دي الدول كلها بتستثمر، فانت صحيح. يطلع احمد موسى يقول لك الجيش عمره ما باع واحنا صامدين وصابرين، صحيح احنا عمرهم ما باعوا. اللي باع تيران وصنافير هو اللي باع راس الحكمه، هو اللي بيبيع راس بناس، هو اللي عايز يبيع ارض الناس دي في الورق. شرطه بلدنا بيحاولوا يخرجوا واحد من اهلنا من بيته، اصل فجاه اكتشفوا ان البيت ده مش بيته، وان معهوش عقد، وان ملوش حق يعيش هنا، فقرروا يطلعوه علشان ينفذوا القانون. انتوا عارفين سلو بلدنا تنفيذ القانون اهم حاجه. اي نعم ممكن نخالف الدستور ونبيع الارض والوطن لا لا لا، بس طالما طال عمره عايز الوراق، فاحنا هنيجي نطلع الناس من بيوتها بالقوه الجبريه، لان ده القانون. قانون اللي ايه؟ اللي ما يستحيش وما يختشيش، قانون اللي ما عندهمش وطنيه، قانون الخونه. اوعى تقولي ده في صالح مصر، الله يخليك، ولا في صالح مصر ولا في صالح المصريين، ولا ليه علاقه بينا، ولا هيكون ابدا ابدا ابدا. طيب قلت لك ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل للناس في بناس او الناس في اي حته في مصر عايزها طويل العمر زي ما حصل قبل كده. السلطة هتقهرهم وتجبرهم وممكن يرموا لهم مليمين في الآخر. تعال نروح يوم 14/10 ونفتح أرشيف الأهرام، هتلاقي رئيس مدينة مرسى علم وهو بيستمع إلى مطالب أهالي قرية راس بناس. إيه ده؟ عشان بس ما يجيش حد بعد كده يقول لك إيه؟ إيه ده؟ دي مش مسكونة، دي ما فيهاش حد، دي حتة مهجورة. لا، في قرية اسمها راس بناس وفيها ناس موجودين بالفعل. ومن سنة اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم زارهم في قرية راس بناس واستمع لمطالب الأهالي وعربان ومشايخ وعواقل القرية بتجمعات سطايح وأم هشيم وراس بناس، وده علشان يرتقي بمستوى الخدمة ليهم في مجالي مياه الشرب والكهرباء، لأن في مواطنين مصريين في المناطق دي الدولة ما كانتش بتدخل لهم لا مية ولا كهرباء، تحضيرا وتجهيزا ليوم زي اللي هييجوا ياخدوا منهم ارضه. السعوديه بقى تعمل ايه؟ السعوديه بتبص لقدام، عارفه ان النظام ده راحل بقوه، بثوره، بموت، بقضاء ربنا، فتعمل ايه السعوديه؟ تقول لك طيب ما النظام ده عليه مشاكل كتير، واحنا ناويين ندفع مليارات، بعد ما ندفع المليارات تيجي بقى ثوره
تشيل ما تخلي وتقول لنا الاستثمارات دي انت عملتوها مع واحد غير دي صفه وعايزين ارضنا، فيقول لك لا احنا لازم يبقى في خطه لحمايه الاستثمارات بتاعتنا اللي بالمليارات دي. هيجيب واعي قوات من الجيش بتاعنا، هيجيبوا قوات العرجاني، هيجيبوا قوات النخنوخ، هيجيبوا قوات مسلحه من عندهم مثلا. هم حرين بقى، كل واحد شايفها زي ما هو عايز، عايز يحمي استثماراته. زي ما السفيره الاماراتيه قالت قبل كده، احنا بنساعد حميتي في السودان عشان نحافظ على استثماراتنا. وقت ما يكون عندك اي ثوره او اي حراك شعبي هتلاقي قوات سعوديه واماراتيه وغيرها وتدخلات عسكريه وتدخلات بالسلاح، ويقول لك ايه؟ احنا بنحافظ على استثماراتنا، احنا دافعين مليارات، دول دافعين في راس بناس مليارات، ودول دافعين في راس الحكمه مليارات، ولا ايه؟ وبناء عليه الحكومه السعوديه طلبت من حكومه عبد الفتاح السيسي الذليل توقيع اتفاقيه لحمايه استثماراتها في مصر، زي ما الخبر بيقول لحضرتك. وزير الاستثمار السعودي خلال لقائه بمصطفى مدبولي سكرتير عبد الفتاح السيسي قال ايه؟ قال وزير الاستثمار السعودي توصلنا لتفاهمات لحمايه الاستثمارات بين مصر والسعوديه لجذب رؤوس الاموال للمشروعات. يعني النظام يقعد، النظام يمشي، احنا عايزين حاجاتنا واستثماراتنا تكون مؤمنه. الناس قاريه المشهد وفاهمه المشهد. تعال نشوف مع بعض تعليقات من مواطنين على منصه اكس على خبر حمايه الاستثمارات السعوديه. الناس قالت ايه؟ ايجيبشن بيقول مفيش اي استثمارات شرعيه في مصر لان اللي بيوقعها رئيس غير شرعي مثل اللص الذي يسطو على المنازل ويذهب للسوق لبيع المسروقات، لا يشتري المسروق الا اللصوص. مصر والمصريين سيستردون كافة ما تم سرقته منهم، وسيعاقب كل من ساعد المجرم السيسي على سرقاته. ده رأي حساب ايجيبشن. أما هيبت بيقول يبقى السعودية متأكدة أن عمر هذا النظام الفاسد قرب على الانتهاء وبيأمنوا نفسهم قبل رحيله، ونحن المصريين لا نعترف بأي اتفاقية وقعت مع هذا النظام الفاسد من بيع جزر وأراضي أو وأراضي وأصول إلى آخره. تعليق بعد كده من أحمد جلال بيقول وألمانيا من أسبوع برضو كده، هو في إيه؟ لأن خد بالك إحنا من أسبوع السيسي وعد رئيس ألمانيا إنه هيحمي الاستثمارات. في نظرية بتقول إن النظم اللي حوالينا، النظام السعودي أو الإماراتي أو حتى النظم الدولية زي النظام الألماني، شايفين إن نظام عبد الفتاح السيسي بالرغم من مشهده او صورته كانه على انه نظام قوي ومستقر، الا انه مش مستقر وانه معرض للنهايه في اي وقت، لان في عوامل انهاء كل الانظمه الفاسده متوفره في السيسي: ظلم، قمع، سجون، عدم وجود تنافسيه سياسيه ولا مناخ سياسي. والشعب المصري شعب كبير 110 مليون، فممكن في يوم وليله تنام نار ولا رماد تصبح نار ايا كان. ففي بعض الدول عايزه تامن نفسها لان هذا النظام يحمل داخله اسباب فشله ونهايته شعبيا بثوره شعبيه بتحرك عسكري او ما خلافه. علشان كده الكل بيحاول ايه؟ يامن نفسه، يامن استثماراته والفلوس اللي بيدفعها. تعال نشوف الرأي ده صاغه زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال سلطان على حسابه على فيسبوك، وكتب اللي هنشوفه مع بعض ونقراه. كتب وقال السعودية توقع مع مصر اتفاقية حماية استثماراتها في مصر في حالات الاضطراب أو الثورة، بما يمنع مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأي جهة حسب نص الاتفاق. هل يعني ذلك قلقا سعوديا من مستقبل النظام في مصر؟ وهل يطمع المستثمر المصري من حكومته في ضمان مشابه لاستثماراته في وطنه؟ اعتقد يا جماعة، اعتقد ان الانظمة زي ما قلت لحضرتك في المنطقة تعرف ان نظام عبد الفتاح السيسي يحمل في طياته ويحمل في داخله عوامل فشله ونهايته. اعتقد ان عبد الفتاح السيسي ونظامه مهما ظهر قدام حضرتك انه قوي وانه مسيطر وانه مستمر،
إلا أن في أنظمة أرية مشهد بشكل أوسع وشايفة أن نظام السيسي مش هيكمل. ليه؟ على الأقل عشان الملف الاقتصادي. السيسي دلوقتي كل ما تلاقيه بيبيع تأكد أن الوضع الاقتصادي أصعب، وأن اللي هيجي عليك أنت كمواطن من أيام في المستقبل هتكون أسوأ اقتصادي. كل ما تلاقي السيسي بيبيع وبيفرط يعرف أن أيام سودة جاية على البيوت، على الأسعار، أسعار الأكل والشرب والخدمات والمواصلات والغاز والكهرباء والحاجات دي كلها. علشان كده الدول دي بتحاول تسيطر على أكبر قدر ممكن من الأرض من المشروعات في مصر، وفي نفس الوقت بتحاول تأمنها بقوانين. وإحنا بنحب نقول لهم إن لما الثورة تشيل ما تخلي، من ضمن الحاجات اللي هتشيلها وما تخليها هي الاتفاقيات اللي بتحاولوا تأمنوا بيها سطوكم على مصر، لأن اللي جاب النظام ده مش مصريين، واللي دعم النظام ده مش مصريين، واللي بيبيع باسم مصر دلوقتي برضو احنا بنعتبرهم مش مصريين. هذه بضاعتكم الفاسدة وسترد عليكم أفعالها إن شاء الله، لدعم النظام ده في انقلابه العسكري، الإمارات والسعودية وإسرائيل قبل أي حد، خليكم فاكرين وما تنسوش. أحب أفكركم السيسي من كام يوم كان بيأكد الالتزام بحماية الاستثمارات بصفة عامة في مصر وخاصة الألمانية، وكان الكلام ده في حضرة الرئيس الألماني أفتكر. سيسي قبل كده قال لك أنا لو ينفع أتباع هتباع، وبناء عليه المزاد اتنصب، ولو يطولوا يبيعوا أبو الهول والله لا يبيعوه، والله لو يقدروا يبيعوا الأهرامات لا يبيعوها. واحد عنده استعداد يبيع نفسه، هو شايف أنه رخيص، بس للأسف هو شايف أنه كل حاجة حواليه ممكن تتباع. افتح معايا كده كم خبر دول، أو افتح عينيك كويس وشوف معايا كم خبر علشان يقول لك في كام مزاد في مصر. ودي مش المزادات اللي في مصر بس، ده انا جايب لك حاجات كده على السريع. ريتكون بتنفذ 10 مشاريع على ساحل مصر ب 15 مليار. الاسكان بتقول لك طرح محال تجاريه وصيدليتين وحدات اداريه ومهنيه للبيع بمدينتي المنيا واخميم. المال بتقول لك الاسكان بتطرح عدد من المحال التجاريه للبيع بالمزاد العلني في مدينه بدر 15 محل وصيدليه. المال بتقول لك المجتمعات العمرانيه بتطرح 4 قطع اراضي للبيع بالمزاد العلني في العاشر من رمضان، والمجتمعات العمرانيه بتطرح قطعه ارض تجاري اداري ترفيهي فندقي بقنا الجديده. كل حته في البلد فيها بيع، وفي الاخر يطلع واحد جاي يشتري حاجات كتير في مصر ويستفزك بالخبر بتاع او بالكلام بتاع تركي اللي علقنا عليه في البدايه. لا احد يستطيع منافستنا في التاريخ او الحاضر او المستقبل. واقول لتركي ولاي تركي، مصر تمرض ولا تموت. وزي ما سمعتها زمان من سياسي عراقي اقولها لك النهارده بس بلهجه مصريه بحته. النهارده دراعنا مكسوره، والكل بيستغل ان دراعاتنا مكسوره، واللي جاي يشتري ارض وعرض، واللي جاي يتحكم فينا لانهم محكمين فينا اراذل العباد الله في البلد. بس بكره دراع المكسوره دي تشفى وترجع تاني قويه، تقدر تحمي وتحكم وتقدر ترد عن نفسها اي اذى. مش هنقول حاجه تانية، ممكن بكره تقدر ترد عن نفسها اي اذى طالها في ارض، في جزر، في استثمارات، في نيل، وأي تطاول من أي صغير بيحاول يدور لنفسه عن مكان في هذا الكون. عزيز المواطن، أنت الآن مدعو لمتابعة تقرير بعنوان بيع مصر مستمر، وبعد ما نشوف التقرير هنرجع عشان نفتح استديو صوت الناس لكل الناس علشان نسمع منهم وهم بيعبروا بقناعاتهم بأسلوبهم بمفرداتهم بمنتهى الحرية، لا بنحجر على رأيهم ولا بنتبناه، ولكن بنديهم مساحة نسمع آراء في إطار اللياقة، لأن احنا بندخل البيت وده عهدنا بأهل مكملين ومتابعيها أنهم حريصين على مسامع الناس وبيوت الناس. هسيبكم مع التقرير وبعدين هنرجع نفتح استديو صوت الناس لكل الناس.
متجاهلا كل نداءات القوى الوطنية بالحفاظ على أرض مصر وأمنها القومي، يستمر السيسي في بيع مصر، وعلى غرار رأس الحكمة التي استولت عليها الإمارات يعلن وزير الإسكان المصري شريف الشربيني عن تجهيز مخطط استراتيجي لطرح شبه جزيرة رأس بناس بالبحر الأحمر على مستثمرين محليين وأجانب. يأتي ذلك استمرارا لسياسة بيع أراضي مصر الاستراتيجية وأجمل البقع فيها للحصول على العملات الصعبة بهدف سداد ديون النظام الخارجي والتي بلغت أكثر من 150 مليار دولار. فيما وصفها الشربيني منطقة الطرح الجديدة بأنها تمتلك أحد أجمل الشواطئ المصرية وبمساحة تعادل مساحة رأس الحكمة بحوالي 50 كيلو متر داخل البحر الأحمر. وتتميز تلك المنطقة بأنها تضم محميات طبيعية ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم بجانب قاعدة برنيس البحرية والجوية المصرية الجديدة التي جرى إنشاؤها قبل 4 أعوام. رموز وسياسيون عبروا عن مخاوفهم من خسارة مصر موقعا عسكريا فريدا وميناء بحريا متميزا يقع على طرق التجارة العالمية عبر قناة السويس شمالا ومضيق باب المندب على البحر الأحمر جنوبا ومضيق هرمز بالخليج العربي شرقا. وبينما يستمر نظام السيسي في التخلي عن أرض مصر وأمنها القومي ومصادر قوته المختلفة بما فيها القوى الناعمة والتي ظهرت بشكل فج خلال ما يسمى بمهرجان الرياض والذي استدعى فيه تركي الشيخ ممثلين وفرقا مصرية للتمثيل والأداء على أرض سعودية في محاولة لسرقة التاريخ وخلق تاريخ مشوه مسروق، فيخرج الشيخ معلنا أن لا أحد يستطيع منافستهم في التاريخ أو الحاضر أو المستقبل، فلصالح من يبيع السيسي الماضي والحاضر والمستقبل، ولماذا؟ أهلا بحضراتكم. من إمتى كان بيع الأرض استثمار ومن إمتى كانت خيانة البلد وجهة نظر؟ حابب أسمع منكم وسؤالنا لحضراتكم. عزيز المواطن، بيع الأرض المصرية استثمار ولا تفريط في البلد وعرض البلد؟ معايا ياسر من مصر أول اتصال، أهلا بيك. السلام عليكم فندم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا ياسر. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك، تفضل يا فندم. البقاء لله أفضل. الله يعزك، تسلم يا رب، الله يخليك. الله يخليك. لا هو حضرتك بخيانة يعني البلد. خيانة؟ طب وبعدين؟ يعني إذا كان عندك حد عمال يخونك ويخون البلد ويبيع في أرضها وعرضها، طب وبعدين؟ إحنا لازم نتحرك يا أستاذ أحمد، يعني البلد ما ينفعش غلام. أنا مريض سكر، العلاج بتاعي بدور عليه بصعوبة، الأنسولين مش موجود في البلد، البلد بتضيع فعلاً، إحنا كل يوم في النازل. يعني حاليا البطاطس بتغلى، اخبار طما البلد يعني تحسها خربانه كده، خلاص البلد كانها بتنفجر، فاهمني؟ وده لازم، ده كله بسببنا احنا، ولا حد نتحرك ولا بنتكلم ولا، ده نظام فاشي فاحنا لازم نوقف له. ما ينفعش، امبارح حتى ما فيش قناه اتكلمت على خبر بتاع القطر بتاع امبارح، ما فيش حد قال بقى لله، ما فيش طريق اسود تتحط على اي قناه. لا ده ما دول مواطنين، دول مواطنين من المصريين الكتار، يعني عادي يموتوا. لا يا فندم مش عادي، ده عادي عندهم، مش عادي عندنا، عادي عندهم هم. ايوه طبعا. لا يا فندم، ده احنا دمنا غالي طبعا. الشعب المصري ده افضل شعب في الوطن العربي كله، هو الوطن العربي كله اخواننا وبيحبونا، بس دي خيانات حكومة لازم نوقف لها، لازم الشعب المصري يتحرك. بشكرك يا ياسر كدا. وهنقل كلامك ده لمحمد. محمد اهلا بيك. ياسر شايف ان بيع الارض المصريه تحت مسمى استثمار دي خيانه ولازم نقف للحكومه دي وللنظام ده، انت معايا في الكلام ده ولا مختلف؟ مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور يا فندم. اولا انا عايز اقول بس كلمتين لو تسمح. اتفضل. سامح حضرتك. عايز اقول للضباط والناس اللي هي في الجيش، خلاص انتوا كلتوا اللي انتوا كلتوه، بس احمونا علشان كده شكلنا بقى وحش قوي، يعني واحنا مسامحينكم، يعني احنا مسامحينكم، بس يعني خلاص احنا كده اتمرمطنا قوي يعني، ومسامحينكم في الفلوس اللي انتوا خدتوها والحسابات اللي انتوا عاملينها، احنا مش عايزين حاجه تاني،
عايزينكم بس يعني كفاية مرمطة، كفاية شكلنا بقى وحش قوي. شكرك يا استاذ محمد، شكلنا بقى وحش. أرضنا يا جماعة في المزاد، أرضنا. أنت عارف يعني إيه أرضك؟ أرضك في المزاد ويطلع لك واحد يقول لك عادي ده استثمار. استثمار؟ معايا اتصال يا جماعة؟ أبو أحمد معانا، أهلا بيك. أهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بيك، اتفضل يا فندم. أنا أبو أحمد من دمياط. أهلا. أنا بتكلم بخصوص الحاجة اللي عمالة تتباع والحاجات دي. هو احنا يعني قبل ما نبيع في الارض الكرامه اتباعت والقيمه اتباعت وعزه المصريين اتباعت، احنا ما بقاش عندنا حاجه، احنا ما عدلناش قيمه. الارض هتتعوض وهنرجعها تاني، بس قبل ما نرجع ارضنا لازم نرجع كرامتنا ونرجع ثقتنا في نفسنا ونرجع حب بلدنا في قلبنا. الناس بقت اقصى احلامها ان هي تمشي بره البلد. النهارده بقى كل الكلام مجرد وجودك في مصر مضيعه للوقت والعمر والجهد. احنا قبل ما تفكر في يوم انك تقول انا عايز ارجع ارض او ان انا عايز اوقف بيع ارض، لا، وقف الناس على رجليها الاول، رجع للناس كرامتها الاول. ما هو النظام ده مش هيرجع لك كرامه ولا هيوقفك على رجليك يا ابو حميد. يبقى هنفضل كده. النظام ده لا، النظام ده عدوك، النظام ده مش هم، وانت انت في حاله عداء مع النظام ده اصلا. انا ما بتكلمش على النظام ولا ليا دعوه بالنظام، النظام ده زي البلد كده انا شايل ايدي منه خالص. انا بتكلم على الناس نفسها. ما هو الناس لو حست بقيمتها وحست بعزه نفسها تاني النظام ده مش هيبقى موجود. النظام طب يحسوا بقيمتهم ازاي ومعاهم نظام عمال يدوس عليهم كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله؟ هقول لك على حاجه يا استاذ احمد والله العظيم. اكتر حاجه فعلا بتستفزني انا شخصيا، مثلا لما تيجي تقول لحد ايه يا جدعان اتصرفوا ووقفوا الحرب في غزه، يقول لك هو انت عايزنا نحارب؟ لا يا باشا، مصر اكبر من كده بكتير. مصر قرارها مش لازم يطلع ان تعالى نحارب، لا، احنا مصر لما بيبقى فيها كرامه وعزه نفس لو قال له وقف بيوقف. مرسي لما طلع يتكلم في الجامع وقال له لن نترك غزه الحرب وقفت يا استاذ احمد. صحيح. احنا الناس والله فقدت القيمه. الناس مش عارفه قيمه مصر، الشعب مش عارف قيمه البلد، والله الناس ما عادت عارفه قيمتها. يا جدعان البلد دي اكبر من كده بكتير، احنا بقينا هزق. الناس لما قلنا هنبعت الجيش، حتى لما قلنا هنبعت جيش ده احنا فرحنا بصورتين لما العساكر اتصورت وهي شايله العيال في الصومال. قمه اثيوبيا محتليه المطارين اللي كنا هننزل فيهم، ما حدش فينا فتح بقه. يا استاذ احمد اللجان الالكترونيه بتاعت السيسي ما بتهاجمش اثيوبيا، بتهاجمنا احنا ان احنا بنقول لهم ان انتوا ساكتين. صحيح. يعني ما بتهاجمش، والله ما حد فيهم بيهاجم اثيوبيا حتى. احنا انا كنت بتفرج على المؤتمر اللي كان عامله مع المستشار الالماني وكنت بقول ايه لما بيقول انا عايز اقول للعالم على حاجه، وقلت بس هيتكلم بقى عن الميه، قام قايل لهم ايه احنا عايزين نقول للعالم ان احنا ما عندناش ميه تانية غير النيل. لا ضنايا، هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا ضنايا. ده ايه ده؟ ده قله الحيله دي، ده قله الحيله دي. بشكرك يا ابو احمد، وهسال ام مريم معايا وهي سيده مصريه. ام مريم اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا ام مريم. هي قله الحيله دي تليق بالرجاله؟ تليق بمصر واللي بيحكموا مصر؟ هي تليق بمصر؟ لا، انما تليق باللي يحكموا مصر، تليق بيهم هم بالسيسي يعني قصدي. بالسيسي واعوانه، بالسيسي والباشا اللي بيهز راسي ده كان اسمه ايه؟ مصطفى مدبولي. 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 صوتك بعيد يا ام مريم، لو تقفلي السبيكر اكون شاكر. ايوه كده كويس، افضل. اتفضلي قولي لي بقى رايك في بيع الارض ده استثمار ولا تفريط في حق البلد؟ تفريط في حقنا كلنا، في حق الاجيال اللي جايه. على الاقل احنا جينا لقينا بلد ولقينا استقرار على الايام مرسي وعلى ايام مبارك. محمد حسني مبارك برضو كان على الاقل راجل دوله. انما دول انا بنتي عمرها 4 سنين، دي هتطلع تلاقي راس جميله متباعه وراس الحكمه متباعه وسد النهضه مياه النيل متباعه وجزيره الوراق، انا من الوراق على فكره، وجزيره الوراق متباعه. هتلاقي ايه؟ طمنينا على الوراق، ايه اللي بيحصل؟ بهدله وقله ادب، بهدله وقله ادب، ومنعين عنينا كل حاجه، ربنا ينتقم منهم يا رب. بس انتوا جدعان يا ام مريم، احنا بنفتخر بيكم. بنحاول لوحدينا. والله احنا رافعين راسنا بيكم، احنا كمصريين يعني، ان في ناس بتدافع عن ارضها. بنحاول والله العظيم، بس فعلا لوحدينا.
لو كلنا اجتمعنا، كل واحد اجتمع، لو كل فرد طلع ما كانش ده بقى حالنا. بس يلا دينا بنحارب الدوله. هي والله الدوله اللي بتحاربكم، انتوا بتدافعوا، انتوا مش بتحاربوا، انتوا بتدافعوا. ربنا يعينكم، واحنا معاكم. الدوله كلها واقفه، واحنا معاكم يا ام مريم دايما، يا رب. انتوا بتدافعوا عن ارضكم وحقكم، مش معتدين يعني. شكرا ليكي. بس بجد، ويا ريت تسلمي لي على كل الناس اللي في الوراق وتقولوا لهم انتوا رجاله وجدعان، واحنا بنرفع راسنا بيكم، ان في ناس مصريين بيحافظوا على ارضهم وحقهم بالشكل ده. ضياء من مصر، اهلا يا استاذ ضياء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بحضرتك. الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، تسلم يا رب. راس الحكمه وتيران وصنافير وراس بناس وراس جميله جايه على الخط. وبعدين يا استاذ ضياء، حراره يا استاذ احمد. والله بص يا استاذ احمد، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. قول. هو الجيش ده مش كده، هو خرج بره القايمه خالص بانه هو يقول له روح بيع ارض الشعب، روح بيع اي حاجه للشعب، لكن احنا هنا املاكنا ما تبيعهاش، صح؟ كمل كده. خرج بره. طيب احنا كناس موجودين، احنا ما عندناش عقول، احنا مش بنفهم، احنا شعب لا مؤاخذه يعني، دماغنا راحت فين يعني؟ احنا مش فاهمين اي حاجه كده، للدرجه ان الجيش نفسه بيقول له روح بيع الشعب، بيع اي حاجه، لكن ما يعني اصبح بدون وطن، اصبح بدون شعب، جيش بدون شعب. يعني احنا نجري ونتعب ويطلع عندنا اهالينا ونشقى في الدنيا علشان ملاليم وسحابيت وكلام فاضي ملوش اي ريحه اللازمه، وهم يجوا يبيعوا بتروجينات وارقام غريبه كده الواحد بيسمعها في الاحلام يعني، ويحطها في حسابهم هم الشخص للبنوك بره وكلام زي كده. طب وحق البلد وحق الشعب اللي موجود في قلب البلد واللي مش لاقي، اللي محطوط عليه، اللي بيتعامل بقله كرامه واهانه وذل واستعباد، احنا فين من الكلام ده كله؟ طيب انا هاخد السؤال ده ضياء، هشكرك جدا على المشاركه، واروح لمحمد اللي معايا من مصر واقول له احنا فين بقى من اللي بيحصل ده كله؟ اتفضل يا استاذ محمد لو عندك اجابه. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام يا فندم، اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا بحضرتك. هو في الحقيقه هو اللي بيحصل دلوقتي في مصر هو تجريف للاقتصاد والبنيه التحتيه وكل الاصول اللي معروفه عبر التاريخ لمصر. احنا دلوقتي بنفكر وبنحاول نشارك معانا الناس القانونيين ايه الحل؟ هل في حاجه ممكن نعملها ان احنا نعمل وثيقه والوثيقه دي يمضي عليها اكبر قدر من المصريين او يصوت عليها باي شكل ما؟ الاليه دي انا يعني القانونيين او الناس اللي بتوع التكنولوجيا ممكن يعني يطلب يدلوهم في هذا الامر، ونحط الوثيقه دي مثلا في الامم المتحده بحيث ان هي تبقى حجه على كل اللي بيعملوه. يا استاذ محمد، انا عايز اقول لك حاجه، النظام المعمول به او النظام الرسمي الموثوق لدى الامم المتحده هو النظام السيسي كحاكم للدولة المصرية، عشان بس ما نقعدش نفترض حاجات بعيدة عن الواقع. ما حدش هيسمعك لو انت صوتك واطي وصوتك ضعيف. انما ايام مبارك لما الناس نزلت للشوارع الكل احترم ارادة المصريين والناس غيرت والناس بدلت. انما الهمس والاصوات الضعيفة ما حدش بيسمعها. تمام. وما حدش بيبص. انا بس عايز اتنقل من الفرضيه دي يا استاذ احمد لفرضيه تانية. انا عارف ان كلام حضرتك صحيح تماما وايدك تماما، لكن انا كنت عايز انتقل ان احنا ازاي نتخلص من النظام ده بحيث ان النتيجه دي ما تبقاش هي اللي قدامنا. يعني احنا بدايه من الحركه ان احنا نتخلص من النظام، طب ازاي نتخلص منه؟ هو ده. طيب انا هقول لحضرتك ازاي، كيف تتخلص من نظام فاسد، روشته كيف تتخلص من نظام خاين، او كيف تتخلص من نظام عميل باع بلدك وارض بلدك. بص على اللي حصل في بنجلاديش، وبص على الشعب البنغالي، وبص على الناس اللي نزلت ضد الشيخ حسينة. انا بعد اذن سالتني وانا بقول لك، انما الاصوات الضعيفه، الاصوات الخافته، تعال نكتب بوستين على السوشيال ميديا، ده مش هيغير حاجه. الشعب لا يحترم الضعفاء، الدنيا لا تحترم الضعفاء، الدنيا تحترم او ترى او يفرض عليها احترام الأصوات العالية صاحبة التأثير والنفوذ القوي، زي اللي حصل في 25 يناير. نقطة ومن أول السطر. بشكرك جدا أستاذ محمد. أنا مش عايز أضيع وقت حضرتك ولا وقت السادة المشاهدين في فرضيات مش هتكون فعالة، وإن كان ده رأيك وأنا أحترمه تماما،
انما انا لزاما عليا اقول لك ان الدنيا بتحترم الاقوياء وبتسمع الاصوات العاليه. استاذ مصطفى معايا من مصر، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ انا كواحد برضو بيعمل في نفس المجال حضرتك، يعني انا صحفي وخارج اعلام، عارف اهلا بحضرتك، عارف تاثير القوه والكلمه. احنا اتعلمناها اكاديميا كده، الكلمه والصوت ليه تاثير. مفيش حاجه فعلا بتتاخد بكلام ومصطلحات وفرضيات زي ما حضرتك بتقول. اللي بيؤخذ بقوه بيسترد بالقوه، ودي قانون الحياه، ولكن تؤخذ دون غلابه. اللي انا عايز اقوله لحضرتك، انا بس ليا عتاب صغير. اتفضل. يعني عشان نعرف نفرض قوه على الارض او نفرض قوه باسم مصر وباسم شعبها من حكم طاغي زي ده، انا بس ليا تساؤل. كل صوره بيبقى ليها مدلول وليها معنى. الصوره برضه بتتكلم وليها لغه، صح؟ ده حضرتك بتعمله في اعلان برنامج في التريلر. انا عايز اعرف حاجه، الضابط هو بيضرب المواطن بتاع الورق على باب سلم شقته، الخمسة ستة سبعة عشرة لو اتنين غيره واقفين بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ يعني انا عايز اعرف بيعمل ايه؟ معلش، ما هو استاذ عصام سلطان لخصها وقالها، انا لما عرفت ان اللي مسك البلد منقلب انا اللي اروح له، ما استنوش يجي لي انا اللي اروح له. ما هو هقول لك برضه، عصام فين دلوقتي؟ وده مش تخويف، ولكن لازم يبقى في اراده جمعيه. يعني لو انا هقف لوحدي طب ما هياخدوني، انما لو احنا زي 28 يناير لا حدش هيقدر عليك. صح، انا بضم صوتي لحضرتك في ده، يمكن انا اللي لمست على ارض الواقع. انا لما حصل تظاهرات عند جامعه الازهر، انا خدت يعني خدت مسيره من جامعه الازهر ووصلنا بيها التحرير وفرقونا جوه. هي انا معاك انه بالجامعه، بس انا عايز اعرف هل فعلا النظام ده فاهم ان ليه قوه وتاثير هم اللي جوه؟ يعني مثلا لو هنقول جوه في المعتقل 100,000، هنقول 30,000 متاخدين ظلم و70,000 كوادر سياسيه ولك ليها تاثير. النظام على يقين ان اللي بره، ان اللي بره لو 120 مليون او 110، في 20 مليون بره، في 90 مليون جوه ما لهمش تاثير. يغلوا ملوش تاثير. طيب. كهرباء ملوش تاثير. طيب انا هقول لك يعني يا استاذ مصطفى، بما ان حضرتك زميل وعشان بس ما اضيعش وقتك وعندنا متصلين. اتفضل. العفو. لا انت على راسي طبعا ورايك مقدر، ولكن العفو. القوه في التاثير، ممكن يبقى في 10 في السجن، ال 10 دول ممكن يحركوا 10 مليون، حضرتك فاهم ده؟ صح. فدوري ودورك ايه؟ ان احنا نقول للناس الحق اهو، الصح اهو، ان نشاه الدين وابراهيم عيسى واحمد موسى كل دول فقاعات اعلاميه بتطلع تقول كلام هم حتى مش فاهمينه او ممكن مش لازم يكونوا مقتنعين بيه، هم مقتنعين بحسابهم اللي بينزل لهم في البنك كل شهر علشان يطلعوا يقولوا الغساء ده، الكلام اللي ملوش لازمه ده. فدوري انا وانت ان احنا نوعي الناس، وده دور لو متنا واحنا بنحاول نوعي الناس فده دور محترم ومقدر، على ما افهم، على ما افهم الرساله الاعلاميه اللي اكيد حضرتك درستها. اكيد في اكيد. يعني انا اضيف لحضرتك حاجه، انا اسف للاطاله، انا اشتغلت مع الناس دي في مدينه الانتاج الاعلامي، وبحب اول مسمى بتاع استاذ اسامه جاويش حظيره الانتاج. انا انسحبت لما لقيت الناس دي، لما لقيت ان القناه اللي بشتغل فيها بينزل ضابط هو اللي بيحكم القناه، هو اللي بيحكم المدينه كلها والبلد كلها بيحكمها ضباط، فانا سحبت نفسي من الناس ديت وبقيت اوعي الناس على قدر المستطاع. بس انا قصدي الشعب فين؟ يعني الشعب، انا هقول لك، انا بشكرك يا استاذ مصطفى. الشعب ممكن يكون محتاج جهد اكتر مننا، ممكن يكون محتاج وقت اكتر علشان نسبه الوعي تزيد بشكل اكبر. انا عايز بس ايه، وانا باخد اتصالات حضراتكم كده اقول لكم ان في خناقه دايره دلوقتي بين السعوديه والامارات. الخناقه دي يا جماعه دايره على النفوذ، بس مش النفوذ على جزيره العرب، لا، السعوديه والامارات عندهم خلاف وخناقه على النفوذ في افريقيا. افريقيا اللي هي منطقه النفوذ الطبيعي بتاعنا. وطبعا مش عايز اقول لك ان السعوديه والامارات نفسهم كانوا بيقعوا في مناطق النفوذ المصري قبل كده. بس دلوقتي طبعا لان عندك نظام بيمد ايده ونظام هم جابوه فبيتحكموا فيه، ففقدنا نفوذنا وبقى هم اللي بيتنافسوا مش على النفوذ علينا، لا، بقوا النفوذ او الخناقه ما بينهم على ارثنا، على المناطق اللي احنا كنا لينا تاثير فيها بالفعل. وده قالته العربي 21 زي ما هتشوف معايا في العنوان ده، نفوذ خليجي في القارة السمراء، كيف أعاق حلفاء السيسي مصالح مصر؟ مصالح مصر في أفريقيا مش مصالح
لا السعودية ولا الإمارات، ولكنهم يا جماعة عايزين يكون ليهم نفوذ في المنطقة دي. ليه؟ لأنك نايم عن مكانتك الكبيرة زي ما بقول لك أو قلت لك قبل كده. تعال نشوف مع بعض معلومات مهمة عن نفوذ الإمارات والسعودية وإسرائيل تحديدا في منطقة القرن الإفريقي، القرن الإفريقي اللي فيها الصومال وإريتريا وجيبوتي. هنقرأ مع بعض أن الدول الفاعلة في القرن الإفريقي الإمارات إزاي بمشاريع النفط بتتعهد بخط أنابيب بين إريتريا وأثيوبيا، تمويل سد النهضة بشكل مباشر وغير مباشر، تدعم قوات الدعم السريع السودانية علشان تسيطر على مناجم الذهب وتشارك كمان في حرب اليمن، بتتجه الإمارات للاعتراف بجمهورية أرض الصومال. السعودية بتقوم باتفاقيات استثمارية علشان تعزز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة، عندها نفوذ متزايد بتدعم أثيوبيا. تخيل أن السعودية بتدعم أثيوبيا ضد مصر في أزمة سد النهضة، والسعودية من الناس اللي مولوا سد النهضة بالفعل وإن كان ده مش معلن بشكل كبير، وبتتجه أنها تعترف بجمهورية أرض الصومال اللي هتاخد جزء كبير من الصومال التاريخية، الصومال كما معروفة أو تعرف في وثائق التاريخ والجغرافيا. أسباب تعارض المصالح بقى مع مصر اللي هي الإمارات والسعودية متعارضين مع مصر، مصر لقت نفسها في خلاف مع الحلفاء الاستراتيجيين بسبب المصالح الاقتصادية والأمنية، فبدأت مصر تتجه الآن نحو المعسكر التركي والقطري ضد المعسكر الإماراتي السعودي من غير ما يتواجهوا بشكل مباشر. مستقبل العلاقات ربما يكون في تصادم محتمل ما بين الإمارات والسعودية في القارة الإفريقية، وإحنا طبعا في الظرف ده هنكون بنتفرج مش أكتر من كده، لأن دور مصر مفقود بالفعل. التحالفات الجديدة قللت من نفوذ مصر وبعدتها عن الريادة والتواجد الفعال في القارة الإفريقية، وده اللي خلى الإعلامي السعودي عبد العزيز الخميس يتطاول ويتجرأ على مصر ويقول ملف الصومال أكبر من مصر وعلى القاهرة أن تلتفت لأزمتها أو لأزمتها في البحر الأحمر. الكلام ده مش كلام بيتقال كده، مش كلام عفوي، في كلام بيبقى موجه من الأنظمة اللي بتستخدم بعض الأبواق اللي هم بيكونوا كتاب وصحفيين عشان يقولوا الكلام ده ويوصلوا الرسالة. وأظن رسالة عبد العزيز الخميس هي رسالة نظام بن سلمان لعبد الفتاح السيسي. الجزيرة لها وجهة نظر شايفة أن أبي أحمد بعثر الأوراق فاضطرت مصر أنها تدخل في اتفاقية دفاعية مع الصومال، وبناء على الاتفاقية دي مصر ناوية أنها تنقل 10,000 جندي إلى الصومال. ولكن يا أعزائي المواطنين، مصر خدت لقطة، بعتت طيارات حربية بالفعل، وكان في جنود وضباط وحضنوا الأطفال وطبطبوا عليهم وصوروا ورجعوا، وده مش كلامي، ده وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية اللي كان على الجزيرة مباشر وكان في ضيافة زميلنا أحمد طه. قال احنا طلبنا من مصر تدرب وتسلح، ولكن إلى الآن مفيش قوات على الأرض، ربما تيجي في الفترة اللي جاية. وزي ما قال أحد المتصلين، المناطق أو المطارات اللي المفروض نستعملها علشان نكون موجودين في الصومال أثيوبيا سيطرت عليها. طبعا فتحة صدر الإعلام الأيام اللي فاتت دي خلتك تحس إن اوعى يا جدع احنا بنعمل فيلم الطريق إلى إيلات مرة تانية. أستاذ أحمد موسى وأستاذ نشأة الديهي وكمية الحزق الوطني اللي شفناها، كل ده طلع ولا حاجة، طلع بلح. وحتى سمير فرج أستاذ السيسي طلع قال كده، وقال إحنا ما قلناش إن لينا قوات في أثيوبيا أو في الصومال. قال لك إحنا ما فيش، وزير الدولة الصومالي قال ما فيش قوات مصرية، وإحنا بنقول دلوقتي لأ، أنتوا قلتوا لما وزير الدولة الصومالي قال، أنتوا كنتوا فرحانين بالصورتين والفيديوهين والله عملوها الرجالة ورفعوا مصر رأس مصر بلدنا، وحسستوا الناس إنكم بكرة الصبح هتسيطروا على أثيوبيا وتتحكموا في السد. ولكن الحقيقة اللي حاصل ان اثيوبيا منعت القوات المصرية من الوصول الى الصومال بتصعيد مفاجئ، وده اللي قالته لنا القاهرة او عفوا عربي 21. التفاصيل اهي،
بتقول سيطرة القوات الأثيوبية على مطارات رئيسية في منطقة جيدو بالصومال بما في ذلك لوق ودولو وبرديري، وذلك في محاولة لمنع النقل الجوي المحتمل للقوات المصرية للمنطقة التي من المقرر أن تحل محل القوات الأثيوبية التي تدير عشرات القواعد في ولايات جنوب غرب البلاد وجوبالاند وهيرشبيل. وبحسب صحيفة صومالي جارديان المحلي يأتي الاستيلاء على هذه المطارات وسط تصاعد التوترات بين حكومتي مقديشي وأديس أبابا. مؤخرا أصدر أبي أحمد رئيس وزراء الأثيوبي تحذير صارم ضد أي محاولات لغزو أثيوبيا مما يشير إلى خطورة الموقف. القصة أن المنطقة دي من الصومال بتسيطر عليها القوات الأثيوبية باتفاق مع الحكومة المركزية في مقديشو، وتنتهي الفترة اللي هتكون فيها الاتفاقية دي في سنة 24 السنة دي. والمفترض أن الصوماليين هيحلوا بعد ما يطلع الأثيوبيين هيحلوا محلهم المصريين، ولكن دلوقتي أثيوبيا قالت لك لا ما حدش هيجي هنا، وخدوا المطارات اللي ممكن تستخدمها القوات المصرية علشان تنزل المنطقة دي وتحل محل القوات الأثيوبية. وأبي أحمد قال وحذر أن يعني مش هيسمحوا بأي تهديد لأمنهم القومي أو محاولة السيطرة على أثيوبيا، وده تفعيلة يعني، ويعني زود العيار شوية عشان يقول لك أنا مش هسمح لك تكون موجود هنا أبدا. يعني سيبك من كلام أحمد موسى ونشأة الديه، مفيش قوات هناك، ولو القوات حبت تروح فأثيوبيا خدت الثلاث أربع مطارات اللي المصريين هيستخدموهم علشان يبقوا في المنطقة دي علشان يتواجدوا فيها بعد ما تنسحب القوات الأثيوبية بناء على الاتفاقات الموقعة ما بينها وبين الحكومة في الصومال في مقديشو. سمير فرج يوضح أهمية زيارة وزير الدفاع لقاعدة محمد نجيب. يا إيه بقى يا أستاذ سمير؟ إيه سيادة اللواء؟ إيه يا فخر العسكرية المصرية؟ قالك يا سيدي دي رسالة للردع علشان نرضع من تسول له نفسه. يا باشا قاعدة محمد نجيب دي في الشمال هناك جنب ليبيا، انتوا بتهددوا حفتر مثلا؟ انت بتهدد حفتر؟ ما تروح راس برنيس تحت هناك اللي عند راس بناس، ما عندنا قاعدة عسكرية هناك عملناها ودفعنا فيها فلوس قد كده. اي نعم السيسي ممكن يفرط فيها للسعودية، بس روحها دلوقتي عشان تبعت رسالة ردع للأثيوبي. يعني مرة واحد حب يبعت رسالة ردع للأثيوبي راح زار قاعدة عسكرية جنب ليبيا. انت هو حول سياسي ولا حول عسكري، ولا انتم مش شايفين انتم مين عدوكم ومين حليفكم؟ لان المفروض ان حفتر حليفكم، فانت عايز تبعت رسالة من اقرب نقطة عسكرية ليك تواجد فيها، فروح هناك في برنياس القاعدة اللي هناك على البحر فتبعت رسالة لأثيوبيا. إنما ده راح يبعت رسالة لأثيوبيا بتواجده وزيارته لقاعدة عسكرية في شمال البلاد على حدودها الغربية قرب ليبيا اللي فيها واحد هو متحالف معه. يعني ابدعوا يا جماعة، انتوا بتبدعوا ابداعاتكم ملهاش حدود. معايا محمد من مصر على التليفون. أهلا يا أستاذ محمد. استاذ محمد معايا؟ طيب فخدنا الاتصال بيه. ابو عاصم معانا. الو، اهلا يا ابو عاصم. معاك ابو عاصم يا استاذ احمد. ازيك ابو عاصم، عامل ايه؟ والله الحمد لله. ايه رايك في بيع الارض باسم الاستثمار؟ ما نجرب ولا ايه؟ نجرب ولا عندك اعتراض؟ لازم، والله لا عندي اعتراض، ولازم توصل رساله للدول دي يا استاذ احمد. رساله للامارات وللسعوديه، ما فيش الشعب المصري من المستحيل يفرط في شكل واحد بعد سقوط النظام ده. ليه؟ ما هو بيفرط اهو، ما الناس بتفرط وهم ساكتين اهو. ماشي، الناس مغيبه يا استاذ احمد، لسه الاعلام عندك اعلام زباله، اعلام عار، استثمارات وعمالين يسرقوا في الشعب، سرقه في الشعب يا راجل. السمك بيتباع بالعود دلوقتي، بالعود او لسه يا راجل؟ ايه ده بالعود؟ لا ولسه ولسه يا ابو عاصم، يسحب من الناس، يسحب مننا الفلوس، يسحب مننا الفلوس. لا ضريبه، لا كهرباء، لا 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 لا، منين؟ خلاص خلاص هننفجر، هننفجر منه خلاص. دي خيانه، خيانه، والمفروض الناس دي
لازم تتحاسب، لازم تتحاسب، والشعب ياخد موقف بقى خلاص. الشعب يفوق بعد كده هياخد بيوتهم كلها وخد البيوت. شكرا يا ابو عاصم. علشان حد يتحاسب؟ لا، اللي بيتحاسب ده طالما ليه ظهر ما يتحاسبش. اللي يتحاسب ده المواطن المصري الفقير البسيط. يعني على سبيل المثال واحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي، احمد فتوح لاعب نادي الزمالك خد اخلاء سبيل. خد اخلاء سبيل في ايه؟ موت واحد كان سايق وهو سكران وهو شارب ودخل بسرعته في مواطن مصري، بغض النظر بقى كان مدني ولا كان ميري، مواطن مصري دخل فيه بعربيته. يعني انا شفت تصريح لبنت الراجل النهارده الصبح، قالت احنا كنا ممكن نسامح لو ابويا جثته رجعت حته واحده، ابويا لم جثته حتت وانا مش مسامحه ومش هتصالح. الاسره كلها الظاهر كان اتدفع لها وكانوا هيتصالحوا ما عدا بنت المتوفي، ولكن على ما يبدو انهم قدروا يقنعوا بنت المتوفي اللي كانت معترضه. ودلوقتي الخبر جاء ومعايا حالا اهو، احمد فتوح تم اخلاء سبيله لانه لاعب في نادي الزمالك، وبكفاله 50,000 جنيه يا جماعه في قضيه دهس امين شرطه دهسه. ويعني وصف الحادثه كان وصف بشع، راجل داس على وشه والراجل لموه قطع من على الارض لانه كان سايق بسرعه عاليه جدا، ولما عملوا له تحليل مخدرات لقوه كان شارب مخدرات. انا مش ضد احمد ومش ضد اي حد، بس انا مع القانون. عايز تاخد ارض الناس وبيوت الناس في راس الحكمه وفي راس بناس وفي الوراق وتقول لي القانون وهي بيوتهم، وتقول لي اصل ده القانون، وادي قاتل قتل برعونه لانه كان سايق بسرعه عاليه جدا وكان شارب مخدرات وموت الراجل امين شرطه بني ادم في الاخر موته، ودلوقتي تقول لي والله خلاص هنخلي سبيله. وانا عارف انها توصل مثلا ايه كبرها سنه مع ايقاف التنفيذ ويرجع يلعب في النادي الزمالك. ليه؟ اصله لعيب كوره. طب لعيب كوره ومجرم، لعيب وسافل، لعيب وبدرجي. محامي ضحيه اللاعب احمد فتوح اهو بيقول بنته قالت لو كانوا جابوا بابا قطعه واحده كنا ممكن نفكر نتنازل. البنت بتقول ابويا جاي حتت وانا مش مسامحه ومش موافقه. ولكن عندنا حاجات في مصر صوتها وارادتها اعلى من القانون، والقانون ده يا سيدي الفاضل بيتظبط احيانا علشان ياخد ارضك وعلشان يقنعك انك تبيع بلدك وعرضك، وعلشان تتنازل هيقولك برضو بالقانون. القانون ده في بلدنا للأسف في حالات كتير بيتم تنفيذه على الضعفاء، على الناس الغلابة، على ما لهمش ظهر بمنتهى الأسف. مع التليفون أستاذ أحمد، أهلا بيك أستاذ أحمد. أبو أحمد ولا أستاذ أحمد؟ أبو أحمد. يا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو أحمد، أهلا بحضرتك، اتفضل. الله اللهم انصر المقاومة وارحم شهدائنا يا رب العالمين. آمين يا رب. تخيل انت لو ماشي راجل غلبان في الشارع وانك انت مثلا في امين شرطه كده راح يدفع غرامه وانت ما دفعتهاش، الغرامه دي 50-60 جنيه. تخيل ان ممكن في الفجر عربيه شرطه تيجي تقفل عليك الباب عشان غرامه 50 جنيه، لكن عارف انت لو معاك فلوس ودوست على الناس كلها هيدوك التحيه ويقولوا لك انت ماشي. الواد اللي موت في الطريق الصحراوي اللي هو ابن طاهر الجويري اللي هو ماشي وكان سكران برضه وداس بعض الاشخاص، داس حوالي 4 شباب أو 5 شباب بالعربيات، اخباره ايه يا استاذ احمد؟ ما حدش عارف عنه حاجه، والواد طلع والله اعلم الناس فاتت. احنا في بلد معاك فلوس اشتري اي اللي ليه ظهر ما بيتضربش على بطنه في مصر يا ابو احمد. احنا ما عندناش بطن اصلا، ما عندناش ضهر اصلا، احنا ما عندناش حاجه يا استاذ احمد. النقطه الثانيه، هل هو استثمار او بيع؟ هو هيختلف في ايه؟ الارض بتاعتنا اتباعت من ايام الخديوي اسماعيل، فاكر سامع لما درسونا ان الخديوي اسماعيل باع الارض عشان قناه داية مصر عشان قناه السويس؟ طب هل هو دايم بس ما استنى بس هو دايم بس ما باعش مصر كده، ما باعش مصر زي السيسي كده. انا في حاجه استغربت لها حتى وانا كنت طالب صغير يا استاذ احمد، فهمونا ان الخديوي اسماعيل دايم مصر عشان خاطر كان بياكل مكرونه. ده انهي نوع مكرونه ده؟ لا لا، المكرونه ده كان سعيد، كان سعيد
سعيد خديوي سعيد عم. انا بقول لحضرتك خديوي سعيد مش اسمعني انهي مكرونه دي اللي انت اكلتها يا استاذ احمد اللي دايم بلد بس بعد ذلك مع ذلك مصر ما هم نفسهم أولادها. هم نفسهم ابو احمد اللي بيقول لك مرسي كان بياكل بط ب 100 مليون جنيه والراجل اساسا اتضح وانا اقسم لك بالله مرتب. اقسم لك بالله وعن معرفه وبينه ان محمد مرسي كان بياخد سندوتشات جبنه بيضة من بيتهم ياكلها في الاتحاديه وما كانش بيكلف القصر الرئاسي مليم وهقول لحضرتك على حاجه على واقعه بس لو تسمح لي كان في اجتماعات في الاتحاديه والناس طولت قعدوا 3 4 ساعات فراحوا للرئيس يعني قالوا له يا ريس الناس قعدت كتير ما كلتش فالرئيس نادى حد من الرئاسه وطلع فلوس من جيبه وقال له روح هات لنا سندوتشات فول وطعميه ده محمد مرسي اللي قال لك كان بياكل ب 100 مليون جنيه بط يعني عادي احنا عندنا ناس كانت بتقول على احمد عرابي دول في الصحافه المصريه كانوا بيقولوا العاصي احمد عرابي كانوا بيقولوا على عمر المختار المجرم عمر المختار والعاصي عمر المختار مين اللي قال على عمر المختار مجرم يا استاذ احمد عندنا في الاعلام المصري عمر المختار علماء ليبيا علماء ليبيا ما علينا بس انا بتكلم عن اللي يخصني عن الصحافه الاعلام المصري فيه كده من زمان طيب بالنسبه ممكن تسمح لي بنكته اخيره اتفضل انت مش ملاحظ حضرتك ان الثوره اللي حصلت في افريقيا ان كل الرؤساء الجدد في كينيا وزيمبابوي والكلام ده كله طلعوا الفرنسيين المنشآت العسكريه الفرنسيين والامريكان من القواعد في افريقيا طب دلوقتي مين اللي هيخش مكانهم بقى العبيد الامارات والسعوديه الروس الروس والامارات والسعوديه هم يدي امريكا في الوطن العربي ما هي العركه كانت على العركه على الحته دي أيوة. والروس كانوا بيدخلوا بقوه فهم شغلوهم بحرب اوكرانيا موضوع كبير ومش وقته يا ابو احمد وبشكرك على اطلاعك وثقافتك بس عشان ما نشتتش الناس تحياتي لحضرتك ابراهيم معايا من مصر اهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك ازيك ازاي اهلا وسهلا بيك هل تقبل ببيع الارض المصريه بحجه استثمار شويه كده انتوا بتتكلموا بقالكم اسبوع على الكهرباء ايوه والناس اللي بتاخد كهرباء واللي بتسرق كهرباء اقسم لك بالله الحكومه اللي بتدفع الناس لسرقه الكهرباء ليه بقى اقول لحضرتك ليه الفاتوره كام الشهر ده قول لي ها الفاتوره كام الشهر ده لا هي عاليه ماشي بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه اتفضل يعني. امر يا استاذ احمد سامعك يا فندم يا استاذ احمد انا رحت عشان اركب عداد كهربي رحت للشركه قالوا عايزين 1500 جنيه ليه يا جماعه قال لك لازم نعمل لك محضر سرقه كهرباء لان ما سرقتش كهرباء ده انا جاي اركب عداد كهرباء اصلا قال لك لازم تدفع 1500 جنيه احنا نعمل لك محضر سرقه على اساس ان انت محتاج كهرباء ونركب لك عداد وبعدين يشيلك من التموين ولقيت العامل بتاع الكهرباء جايب لي العداد وداخل ايه يا عم قال لي هنركب لك العداد يا عم طب وال 1500 جنيه اللي انت دفعتهم قال لي كل سنه وانت طيب راحوا عليك طب استنى ما هو كده ممكن يشيلك من التموين علشان انت سرقت كهرباء الحجه لا ده هو اللي بيدفعك للسرقه يعني هو اللي بيدفعك للسرقه ده جديده دي ده جديده يا ابراهيم دي خالص اسال الناس كلها وشوف فهم اللي بيدفعوا الناس للسرقه يعني هو يعني انت هو مش بيدفع الناس هو بيدفع فلوس 1500 جنيه عشان تسرق هو بيسدد عشان يخلوك تسرق ف يا كده يا مش هيركب لك عداد لا ده احنا بكره بقى هنعمل نفتح الموضوع ده يا عم ابراهيم ونكلمك ونشوف اصلا من النهارده هيبداوا يقطعوا الكهرباء تاني فممكن نعمل حلقه بكره ولا لا يا استاذ احمد ده بقول لحضرتك هم اللي بيدفعوا الناس للسرقه تمام انا مش 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 أنا مش الناس اللي بتسرق الناس اللي بيدفعوا الناس يروح يقول لك روح اسرق وبعدين احنا نبقى نيجي نركب لك عداد انا استوعبت النقطه دي ومش عارف اقول ايه والله بشكرك يا عم ابراهيم ادي يا جماعه ربنا يديك الصحه اسلوب من اساليب تستيف الورق وان الناس بتسرق كهرباء هم اللي بيدفعوا الناس هم اللي بيعملوا الورق وبعدين يقول لك الناس سرقت كهرباء غريب طب ما تيجي معانا على الكاميرا الثانيه كده عشان عندي موضوع عايز برضو افتحه مع الناس موضوع مهم كده اقاله السيسي ل 11 من المستشارين مفيش سبب تم الاعلان عنه حتى الان ولكن تم اقاله 11 مستشار عسكري لعبد الفتاح السيسي والاكيد ان الحركه دي ما بتحصلش الا في الانقلابات العتيقه تقريبا السيسي اتعلم من عبد الناصر ونزل تلطيش في اهله وفي حبايبه الغريبه يا جماعه ان في بعض المقالين النهارده
اللي أقلهم وحطهم في دائرة المستشارين كان الرئيس محمد مرسي. كان الرئيس محمد مرسي رتب عسكرية اتقالت مرتين وأحيلت للتقاعد مرتين بلا أسباب معلنة. واخد بالك صورة من القرار قدام حضرتك أهو، القرار من الجريدة الرسمية، من هم الرتب أو من هم المستشارين الـ 11 اللي أقالهم عبد الفتاح السيسي بشكل غير مفهوم وبشكل غامض جدا. تعال عشان تعرف معايا أسامي هتفاجئك إن في منهم ناس من أيام مرسي. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق. الفريق علي فهمي قائد القوات الجوية الأسبق. الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي السابق. اللي هو أحمد جمال الدين وزير الداخلية أيام مرسي. اللي هو مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الأسبق. اللي هو محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق. واللي هو محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق. اللي هو حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق. اللي هو عبد العزيز محمد رئيس الهيئة العربية للتصنيع. اللي هو مصطفى الشريف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق. واللي هو محسن السلاوي مستشار وزير الدفاع السابق. عايز اقول لك ان الناس دي لما بتتعين مستشارين لرئيس الجمهورية بيتقال عليهم اصطلاحا كده خدوا شلوت لفوق، بيقعدهم جنبه علشان يأمنهم ما يعملوش حاجة. انما كونوا دلوقتي بعد ما هو حاططهم جنبه كده زي الفازة والمزهرية انتيكا انه يقلهم كمان، فده معناها ان الناس دي ما بقالهاش قيمة عنده خالص، وانه امن منهم، وانه يا جماعة انتوا قاعدين تكلفونا مبالغ بتاخدوها على اساس انكم مستشارين رئاسة الجمهورية، فروحوا اقعدوا في بيوتكم، البسوا البيجامات الكاستور وهاتوا شوية فشار ولب وزداني وقعدوا تفرجوا على سماجة الاستاذ احمد موسى وعبقرية الاستاذ عمرو أديب وخلاص. ناس منهم اللي أنا قلت لك عليهم تم إقالتهم أيام الرئيس محمد مرسي. الرئيس محمد مرسي أقال أحمد جمال الدين اللي كان وزير للدفاع. نشوف سريعا كده بعض الأخبار عنهم. أحمد جمال الدين عزله الرئيس مرسي لعدم تأمينه قصر الاتحادية. أحمد جمال الدين يتقدم السيسي في إحدى الندوات الجماهيرية، حبيبه يعني. وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين يقود مسيرة مناهضة لمرسي. الوزير الذي قال لمرسي لا، أحمد جمال الدين رفض فض اعتصام الاتحادية وسحبت القوات والمتهمون اعتدوا على المتظاهرين. مين ده؟ أحمد جمال الدين اللي النهاردة لبس البرقع ولا الجلابية، شوف المهم لبس حاجة وقعد في البيت. بعد كده مجدي عبد الغفار. مجدي عبد الغفار من هو؟ الواد بتاع أمن الدولة الذي أصبح وزير داخلية لمصر. مين هو؟ مجدي عبد الغفار. فاكرينه حضراتكم كان مجرم من المجرمين يعني. هو ده مجدي عبد الغفار. خلال تسجيل صوتي مسرب للرئيس محمد مرسي أذاعته الوطن سنة 13 أثناء احتجازه عقب الانقلاب بأسابيع قليلة، تحدث مرسي الله يرحمه عن اللواء مجدي وزير الداخلية وقال إيه؟ قال مين الواد بتاع أمن الدولة؟ أنا قلت لهم ما بجددش الحد، كل واحد يجي عليه الدور للتقاعد يروح. وضرب مثال بعدد من اللواءات منهم وزير الداخلية الجديد اللي قال عنه الواد اللي كان ماسك أمن الدولة ده عبد الغفار يروح. ده كانت وجهة نظر مرسي، ولكن السيسي بعد احتاج 10-12 سنة علشان يعمل اللي مرسي عمله. مهاب مميش سيادة الفريق، مهاب مميش قائد البحرية السابق العسكري لم يعلم بقرارات مرسي، وقال لك كنت نايم صحاني مدير المكتب وقال لي يا فندم الرئيس مرسي أقالك. السيسي احتاج 11-12 سنة علشان يقيله. طيب ازاي بتتم الإقالات في جمهوريات الموز أو أنظمة الانقلابات العسكرية؟ تعال كده نرجع بالتاريخ شوية كام سنة كده لورا ونفتكر ازاي جمال عبد الناصر أقال بعض الشخصيات اللي عملت حراك يوليو 52 أو انقلاب يوليو 52. تعال نشوف مع بعض كده ونفتكر. ورينا يا سيدي كده البيجامة تليق بكم، فعلا المنظر جميل قوي. لا 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 رجعني للبيجامة كده. خلوني أشكر بس المصمم زميلنا اللي معانا في فريق الإعداد. البيجامة تليق بكم، 11 بيجامة كاستور جداد لانج ل 11 مستشار لرئيس الجمهورية كانوا واخدين شلوت لفوق، دلوقتي خدوا شلوت
لبره. بصراحة الشكل جميل جدا. المهم ان كل واحد فيهم محافظ على البريل العسكري حتى على البيجامة الكستور. مين بقى اللي بدع موضوع البيجامة الكستور ده وبدأ يحط اصحابه على جنب ويقعدهم ويعتقلهم وبعضهم موته؟ جمال عبد الناصر. تعال نفتكر كده مع بعض بعضا او بعض من الشخصيات اللي تخلص منهم جمال عبد الناصر مع انه شاركوه في ثورة او في انقلاب 52. اولا الرئيس محمد نجيب، اول رئيس لجمهورية مصر العربية والاب الروحي للثورة، اول رئيس واول رئيس وزراء ورئيس قيادة الثورة، كان معتقد ومؤمن بالحرية وتعدد التوجهات السياسية، وبسبب افكاره دي كان عنده صدام مع عبد الناصر. بعد كده عزلوا عبد الناصر وحطوا تحت الإقامة الجبرية لحد ما أفرج عنه السادات. تانيهم خالد محي الدين الصاغ الأحمر، الرجل اليساري اللي كان عنده دعوة مهمة جدا بعودة الجيش لثكناته، ودخل في صراع مع عبد الناصر علشان الديمقراطية، ونهايته استقال وابتعد لسويسرا ورجع بعد كده في عصر السادات وأسس جريدة وحزب التجمع. كمال الدين حسين أسد الثورة الجريح، دخل في صراع مع عبد الناصر بسبب حرب اليمن وقضية الحريات. في الآخر كان الراجل ده مقرب جدا من عبد الناصر وكان نائب رئيس الجمهورية. عبد الناصر حدد إقامته وماتت مراته بعد ما اتمنعت من العلاج، ده كله عمله عبد الناصر. يوسف صديق حسين ده منقذ الثورة وأول ضحاياها. الراجل اللي قدامكم ده كان في حزب مصر الفتاة، أول من تحرك بقواته واستولى على الجيش، كان بيدعو للديمقراطية وعودة الحياة النيابية، سجنوا عبد الناصر وحدد إقامته في قريته لحد ما مات. الراجل ده والراجل اللي تحته هما الاثنين اللي عملوا الثورة أو عملوا الانقلاب بتحرك قواتهم العسكرية. يوسف صديق حسين كان يساري من حزب مصر الفتاة، وعبد المنعم عبد الرؤوف كان من الإخوان المسلمين. ده اللي هدد عرش فاروق وهدد بنسف أسر عابدين، واللي حاصر فاروق في راس التين وصراعه مع ناصر لأنه كان منتمي للإخوان المسلمين، هرب وعاش في المنفى في المملكة الأردنية. عبد اللطيف البغدادي رجل الاستقالات، وزير الحرب في مصر وأحد قادة الثورة أو الانقلاب، صراعه مع عبد الناصر استقال بسبب الديكتاتورية، وحمل عبد الناصر وعبد الحكيم عامر مسؤولية الهزيمة في 67، وكان أرفعهم وأرقاهم لأنه كان طيار. تعال شوف معايا تعليقات من السادة المشاهدين والمتابعين على إقالة 11 مستشار أمني للسيسي. وجد بيقول وهو من امتى هو بيدي اسباب تدوير الفسده والمنتفعين، امر مهم لكل ديكتاتور يخشى زوال حكمه. التعليق اللي بعد كده من حساب المزربيطه او المزاريطه بيقول ماشي بمقوله سعيد صالح، اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ التعليق الاخير من ناصر بيقول عشان ابدوا اعتراضهم على الوضع الحالي الداخلي و الخارجي. طيب عايز اقول لحضراتكم بس كده سريعا قصة قصيرة عن ضريبة الارباح الرأسمالية. ضربوا كرسي في الكلوب يا سيدي الفاضل باعلانات وتصريحات ردت في وشنا وجت بالسلب على الاقتصاد المصري. مفيش تنسيق بين كوادر الدولة الاقتصادية ولا رجال المال والأعمال، وزير الاستثمار بيقول حاجة والمالية بتقول حاجة عكسها، وده بيعمل تضارب وبيخسر الاقتصاد المصري وبيخسر البورصة. تعارض التصريحات في الاقتصاد بيؤدي الكوارث، وظهرت النهاردة بخسارة 15 مليار جنيه في البورصة المصرية. دي حدودة مش هتلاقيها غير في الاقتصاد المصري. ايه الحدودة؟ شوف معايا. الشرق بلومبرج نقلت عن وزير الاستثمار انه بيقول مصر بتدرس الغاء ضريبه الارباح الراسماليه على معاملات البورصه، وقال ان القرار ده هيتخذ خلال 3 اسابيع. اليوم السابع قالت لك البورصه ارتفعت بمنتصف التعاملات بعد كلام سياده الوزير عن الغاء ضريبه الارباح الراسماليه.
يقوم نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية يصرح للسي ام بي سي عربية ويقول ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة قائمة، ويطلع رئيس مصلحة الضرائب يقول لك احنا مش عارفين أي حاجة عن موضوع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية. فتقوم التضارب في الأقوال دي ما بين وزير الاستثمار والقيادات في مصلحة الضرائب ووزارة المالية، تعمل إيه؟ تعمل هزة في البورصة، فالبورصة المصرية تخسر 45 مليار جنيه في أسبوع. وكمان إيه اللي يحصل النهاردة؟ البورصة المصرية تخسر حوالي 15 مليار جنيه خلال تعاملات الاتنين. ليه؟ علشان تضارب البيانات. السيد وزير الاستثمار قال لك احنا هنشيل وهنلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية فالبورصة تنتعش. يطلع نائب وزير المالية ويطلع رئيس مصلحة الضرائب قال لك احنا مش هنلغي حاجة والكلام ده ما نعرفش عنه حاجة، فالبورصة اللي انتعشت قامت انتكست وخسرت الأسبوع اللي فات 45 مليار، والنهارده بس حوالي 15 مليار خسارة. تعالوا نروح على الفيسبوك ونشوف تدوينة لمحمد الضماطي صاحب شركة دومتي اللي بيقول لك الوضع فيها في مصر عامل ازاي. قال لك ديناميكية السوق المصري اتغيرت ولازم الكل للأسف يدرك ده. زمان كان اللي عايز يكسب ويتوسع كان بيشتغل على الماس او الغالبية العظمى من الشعب يعني. النهاردة اللي عايز يشتغل يشتغل على النيتش او طبقة 5% اللي بتروح الساحل وبتشتري عقارات وعربيات بملايين. الطبقة اللي جزء كبير منها ظهر في آخر كام سنة، دول بس اللي تقدر تطلع منهم بحاجة، غير كده بقية السوق هلك على الفاضي وتعب أكتر منه استفادة. وضحت يا جماعة؟ وضحت يا جماعة؟ عايز تكسب في مصر ما تشتغلش مع الشعب، اشتغل مع البهوات مع الكريمة، إنما عايز تشتغل مع الشعب مش هتلاقي تاكل. وادي اللي بيقولك الكلام ده رجل أعمال كبير. استعدوا يا شعب مصر لفصل الشتاء القادم. خبير المناخ تحسين شعلة بيقول في تصريحات متلفزة الشتاء اللي جاي، الشتاء اللي هيبدأ ده هيكون الأشد قسوة على الشعب المصري، وقال إن مصر هتوصل فيها درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وتحت الصفر. زمان كنا بنقول الجو في مصر جو جميل وحار صيفا ودافئ شتاء، دلوقتي الكلام ده خلص، بقى شديد الحرارة صيفا شديد البرودة شتاء. انت متخيل يا عزيز المواطن وانت بتحضر نفسك بقى وتطلع البطاطين والهدوم والشرابات التقيلة ان الشتاء اللي جاي هيبقى اقصى مما تتخيل. ده مش كلامي، ده زي ما حضرتك طبعت خبير مناخ بيقول لك درجات الحراره هتنزل صفر وتحت الصفر. خبر يخص المعلمين. الاستاذ اسماعيل حلمي مدرس في مدرسه دير مواس في المنيا، مدير المدرسه مدير الاداره التعليميه كان بيعنفه علشان بيتابع معاه يعني تنفيذه لقرارات الوزارة الجديدة، وازاي يا فندي انت مش ملتزم بالقرارات بتاعت السيد الوزير، وازاي يا استاذ ما بتعملش المطلوب منك، يا استاذ اسماعيل لازم تنفذ الكلام اللي قاله سيادة الوزير. الراجل اتقهر مات، الراجل اتقهر من قهره مات. الاستاذ اسماعيل حلمي المدرس بمدرسة في دير مواس في محافظة المنيا مات كمد، مات قهر علشان السيد مدير الإدارة التعليمية بيعنفه علشان لازم يلتزم حرفيا بقرارات السيد الوزير المزور. فإزاي ما بيلتزمش حرفيا؟ إزاي بيستخدم خبرته؟ إزاي شايف إن لازم نغلب مصلحة الطلبة؟ ازاي مش لازم نعمل القرار بالحرف لان في يعني روح القانون وروح لا لا لا.
فعنف الأستاذ فالأستاذ مات من القهر والكمل. السؤال بقى، هي الوزارة دي والوزير والقيادات والقرارات دي كلها هتموت كام أستاذ في البلد دي قهر وكمد، وهتموت كام طالب في البلد دي برضو من القهر والكمد على النتيجة؟ الله يعين الناس. خلونا نروح غزة. وقبل ما نتكلم عن اللي بيحصل في غزة النهاردة، خلونا نفتح ملف ذكرى النهاردة من 42 سنة. 42 سنة مروا على مجزرة صبرا وشتيلة. اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بيحيوا ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة، المجزرة اللي راح فيها حوالي 4000 فلسطيني من سكان المخيمات في مجزرة بشعة. لما وعدهم الأمريكان وقالوا بعد حصار بيروت لما تطلع القوات الفلسطينية احنا هنأمن المخيمات الفلسطينية اللي موجودة وحنأمن المواطنين الفلسطينيين، ضمانات أمريكية. أول ما طلعوا الصوار وطلعت القوة الفلسطينية المسلحة اللي كانت بقيادة ياسر عرفات في الوقت ده وراحت تونس، أول ما طلعت الضمانات الأمريكية ما اشتغلتش، وتم قتل آلاف المواطنين الفلسطينيين بالسكاكين والسواطير والمسدسات، وكانت مجزرة. تعالوا نفتكرها مع بعض ونفتكر بعض التفاصيل اللي حصلت زي النهاردة من 42 سنة. مجزرة صبرا وشاتيلة اللي حصلت ما بين يوم 16 و18 سبتمبر سنة 1982، اتقتل فيها اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين. مصادر الفلسطينية بتأكد ان الشهداء في الوقت ده كانوا 4000، وهيومان رايتس ووتش بتقول ان بعض الضحايا تم التمثيل بيهم بأشنع وسائل وأشنع تمثيل، بعضهم اتنزعت أحشاؤه قبل أو بعد قتلهم. اللي ارتكبوا المجزرة دي ميليشيات لبنانية متعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي زي حزب الكتائب اللبناني وجيش الجنوب، وكل ده تم بإشراف ومساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ما تم إغلاق مداخل المخيم لمنع هروب المواطنين الفلسطينيين وتم قتلهم. الميليشيات استخدمت جميع أنواع الأسلحة، سيوف، بلطة، سكاكين، أسلحة نارية وغير نارية. الصحفية فاطمة تريكي كتبت على منصة إكس على حسابها توثيق للي حصل زي النهاردة من 42 سنة. قالت فاطمة تريكي في مثل هذا الوقت اليوم والشهر قبل 42 سنة كانت ترتكب إحدى أفظع المذابح في التاريخ الحديث. صبرا وشتيلة وهما مخيمان فلسطينيان بمحاذاة بيروت. صحيح أن المذبحة نفذت بأيادي لبنانية يمينية متوحشة، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت قد احتلت المدينة للتو بعد حصار طويل هي من أمنت الأجواء ونقلت القتلة وفتحت الطرق وأنارت لهم الليل المظلم وسدت المنافذ على الضحايا. ومن الضحايا أسر لبنانية من فقراء جاوروا الفلسطينيين وتقاسموا معهم مر الحياة والمصير. كان الاحتلال الإسرائيلي ومعه دول كبرى قد تعهدوا بضمان أمن المدنيين الفلسطينيين بعد الاتفاق على رحيل المقاتلين، لكنهم ما إن غادروا حتى استبيح دم أهلهم العزل. هذا هو الاحتلال، لا عهد ولا ذمة. ده بذكر الضمانات الأمريكية في هذا الوقت. كان في ضمانات أمريكية، ويبدو أن الضمانات الأمريكية تعطى الآن أيضا للمفاوض الفلسطيني، ولكن المفاوض الفلسطيني في 2024 تعلم الكثير وخاصة مما حدث قبل 42 سنة في صبرا وشتيلة. جديد الحرب، جديد العدوان على قطاع غزة بالرواية الفلسطينية بتمثلها روايات المقاومة، والرواية الإسرائيلية بتمثلها روايات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هنشوفهم مع بعض في التقرير ده ونرجع نكمل حلقتنا. جديد الحرب في غزة. أولا، كما أعلنتها المقاومة الفلسطينية، القسام في نابلس، التصدي بالأسلحة الرشاشة لاقتحام قوات العدو حارة زغلول بمخيم بلاطة شمال الضفة الغربية. شهداء الأقصى تعلن استهداف آليات للاحتلال في نابلس. سرايا القدس تنشر مشاهد لاستهداف دبابة إسرائيلية في رفح.
ثانيا كما أعلنها الجيش الإسرائيلي إعادة مقاتلي وحدة الاحتياط الخامسة إلى القتال في وسط قطاع غزة ضمن الفرقة 252. حفر خندق في منطقة شمال وجنوب وادي عربة على الحدود مع الأردن خوفا من تسلل مسلحين. النهاردة أسامة حمدان القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس بيقول حاجة يعني هي مفاجأة للبعض. قال إن هيكون في خطاب مصور مرئي من قائد الحركة وقائد مكتبها السياسي يحيى السنوار أبو إبراهيم، هيكون قريبا في تصوير أو فيديو وخطاب لمن يهم الأمر، للأمة، للناس، للعموم، للشعب الفلسطيني، وسيعرض هذا الفيديو المرئي قريبا. الكلام ده قاله أسامة حمدان، ممكن حتى نشوفه كخبر موجود. أسامة حمدان بيقول إن المقاومة تتمتع بقدرة عالية للاستمرار في الحرب وقامت بتجنيد أجيال جديدة، صحيح. وكمان بيقول إن قريبا سيكون هناك تصوير أو فيديو مصور ليحيى السنوار، فيديو جديد ليحيى السنوار لأول مرة منذ 7 أكتوبر، هيكون فيه قائد حماس الجديد يحيى السنوار وقائد حماس في قطاع غزة وصاحب فكرة 7 أكتوبر، هيتكلم إلى العالم في فيديو لأول مرة. يا ترى هيقول إيه؟ محدش عارف، الناس كلها بتنتظر يحيى السنوار والرسالة المباشرة للشعب الفلسطيني وللعالم أجمع، الرسالة المصورة فيديو اللي هتكون أول رسالة من قائد حماس في قطاع غزة ومن قائد المكتب السياسي لحركة حماس أبو إبراهيم يحيى السنوار صاحب فكرة 7 أكتوبر وصاحب الملحمة، يعني خلينا نقول الملحمة اللي بتحصل في قطاع غزة بقيادة حماس، ملحمة المقاومة، هو الشخص الأول، حتى عشان كده هو المطلوب الأول لإسرائيل الآن. خبير إسرائيلي بيحذر، خد بالك بقى بالتوازي، خبير إسرائيلي بيحذر إن حماس بتتعافى وإن الضغط العسكري على حماس مش كافي للقضاء عليها، وبيقول إن حماس بتنتج أسلحة وإن حماس بتجند قوة جديدة. ومن 3-4 أيام كان في الأجازة بتاعتنا، بس خبر مهم ان احنا نقول لحضراتكم يتعلق بمحمد مرسي، كان على لسان قيادات عسكريه في الجيش الاسرائيلي، قالت اللي ما حدش واخد باله منه، السيسي قفل الانفاق صحيح، ولكن محمد مرسي دخل لحماس ماكينات قادره على صناعه السلاح داخل قطاع غزه. يعني حماس مش قايمه دلوقتي على فكره انها تهرب سلاح من مصر ولا لا، حماس بقى عندها مصانع للاسلحه بمعدات تم ادخالها الى القطاع في عهد الرئيس محمد مرسي. والكلام ده بيقولوه دلوقتي الاسرائيليين نفسهم، بيقولوا ان هم عارفين ومتاكدين ان الانفاق قفلها السيسي. النهارده كمان بيقولوا ان ملقوش غير 9 انفاق، والتسع انفاق دول مقفولين من زمان، فتحت فيلادلفيا، يعني مفيش انفاق موجوده مع مصر. والقصه وما فيها هي المعدات العسكرية أو معدات التصنيع اللي دخلت إلى قطاع غزة في عهد الرئيس محمد مرسي، هي اللي مدية حماس والمقاومة في قطاع غزة القدرة حتى الآن على التصنيع العسكري. يعني 105 والرجوم والياسين الكلام ده كله بيتصنع وقتي، يعني ما مش حماس عندها مخزون هتطلقه أو هتشتبك بيه ويخلص، لا، حماس بتصنع وبتجيب المواد منين؟ من يعني في مصدر إسرائيلي. القذائف الصاروخية اللي بيتم قصفها على القطاع ولم تنفجر، حماس بتاخدها وتعيد تدويرها مرة تانية وتصنعها بقى ياسين 105، رجوم، صاروخ بطار، قسام، مقدمة 90، اهو خبر قدامك. معظم الأسلحة التي دخلت غزة كانت عهد مرسي، ومن سنوات لم يسمح السيسي بأي عملية تهريب للقطاع. ده قاله يوقف جلانت. ولكن في خبر تاني، ان مرسي مش بس دخل سلاح، مرسي دخل معدات قادرة على التصنيع العسكري حتى الآن. طيب، خبر يا سيدي برضو ليه علاقة.
انخفاض هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة بنسبة 42% من بداية العام. ده خبر قالته بهذه الصيغة عربي 21، بل بيقول لك إن في ناس بتهاجر هجرة عكسية. أنا عايزك تشوف لي بقى خبر بقى ده. يعني أنا زميلنا أحد زملائنا اللي شغالين معانا دلوقتي كان في مطار في لندن، وهو موجود في المطار اتكلم مع حد كان جنبه، فطلع إن هي مواطنة إسرائيلية من أصل لتواني، من لتوانيا أصل. قالت له الوضع، أنا قالت له إنها كانت ساكنة في غلاف غزة، قالت له الوضع هناك مستحيل وأنا مشيت ومش هرجع تاني أبدا، وأنا قررت أدور على دولة أوروبية هشوف بقى أعيش اسكتلندا أو في هولندا، هشوف دولة تسعني يكون فيها أمان، لأن إسرائيل لم تعد أمان ومش هقدر أسكن فيها بعد كده. ودي مواطنة كانت بتسكن في مستوطنات غلاف غزة. في مئات الآلاف حسب بعض الإحصائيات هجروا هجرة عكسية من إسرائيل بلا عودة مرة أخرى. هختم مع حضراتكم بتويتة لحمزة مصطفى. حمزة بيتابعوا شباب كتير حول العالم، يعني أنا واحد من الناس اللي بتابع حمزة مصطفى أبوهيم في كتابه أو في كتاباته أبو توها، حمزة مصطفى أبو توها. هو حاطط صورة لصديقه وأخوه وحد يعني بينهم وبين بعض علاقة قوية جدا، وبيقول إيه؟ حفرت عن جثته بعد شهرين من دفنها في أحد شوارع مخيم جباليا لأنقلها إلى قبر أنسب في بيت لهية. لم أعجب من أن جسده كان غضا طريا عطرا لا يشوبه ما يشوب أجساد الأموات عادة، ووجهه كأنه القمر رغم أنه اختلط بكثير من الأمطار، ولكن يدي بالخطأ وأنا ألحد جسده نحو القبلة كشفت لي عن وجهه شريف. أيضا لم أعجب من أن شاربه قد طال وكبر، كان قد حلقه قبل استشهاده بيومين. ولم أعجب أيضا أنني وجدت في جيب الجاكيت الذي كان يلبسه نسخة من كتاب دلائل الخيرات، كان قد طلب مني هذه النسخة الصغيرة ليداوم عليها في الحرب، ولكن قبل أن أعطيه إياها كنت قد اشترطت عليه ألا يفارق النسخة هذه حتى لو اصطفاه الله. هو كان قد قرأ علي كتاب الدلائل 4 مرات في شهر رمضان، وأجزته فيه وأعطيته السند بعد أن أخذت سندي في الكتاب من شيخ الشافعية عبد العزيز الشهاوي في القاهرة. لم أعجب من هذا كله، هو رجل محب لله وعاشق لرسوله وآل بيته. أما صورته أو صورته هذه فهي في إحدى ليالي المولد الشريف، وكان من عاداتنا أن نقرأ معا كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. حمزة مصطفى بوتوها بيتكلم عن صديقه اللي ممكن نشوف صورته صورتهم سويا. الصورة دي لصديقه الشهيد اللي ارتقى في قطاع غزة. ده حمزة وده صديقه، ودي حكاية من حكاياتهم وحكايات أهل غزة لا تمل، لا في التقوى ولا في حب الله ولا في حب الرسول ولا في الاستشهاد والفداء والتمسك بالجزر والوطن. حكايات غزة لا تمل، هي مش حكايات، هي أساطير، هي واقع بيعيشه 2.5 مليون فلسطيني من أهل فلسطين في قطاع غزة. شايف كتير من الناس بترفع رأسهم وبتقول الناس اللي في القطاع دول بالرغم من التخاذل وبالرغم من الخزلان إلا إن في أمة كاملة بترفع رأسها بالفلسطينية ولاد قطاع غزة. السلام عليكم، فأمان الله.